سرية بنت خلفان بن عامر الهادية عضو البرلمان العربي من سلطنة عمان لأداء اليمين القانونية. وقوفا مع النائب. أقسم بالله العظيم أن أعمل على تحقيق أهداف هذه الأمة، أهداف الأمة العربية، وأن أرعى مصالحها، وأن أؤدي مهامي بالأمانة والصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، باسمكم جميعا وباسمي أتقدم بخالص التهاني إلى معالي النائب سرية بنت خلفان بن عامر الهادية، من تمنى لمعاليها كل التوفيق والسداد في أداء مهامها البرلمانية خدمة للأمة العربية. أدعو معالي الشيخ الدكتور طالب بن هلال بن سلطان الحوسني عضو البرلمان العربي من سلطنة عمان لأداء اليمين القانونية، فليتفضل. أقسم بالله العظيم أن أعمل على تحقيق أهداف الأمة العربية، وأن أرعى مصالحها، وأن أؤدي مهامي بالأمانة والصدق. باسمكم أعضاء البرلمان العربي، باسمي أتقدم بخالص التهاني إلى معالي الشيخ الدكتور طالب بن هلال بن سلطان الحوسني، متمنين لمعاليه كل التوفيق والسداد في أداء مهامه البرلمانية خدمة للأمة العربية. أدعو معالي النائب ماجد محمد مزروعي عضو البرلمان العربي من دولة الإمارات العربية المتحدة لأداء اليمين القانوني، فليتفضل معالي. السلام عليكم. أقسم بالله العظيم أن أعمل على تحقيق أهداف الأمة العربية، وأن أرعى مصالحها، وأن أؤدي مهامي بالأمانة والصدق. أصحاب المعالي، باسمكم باسمي أتقدم بخالص التهاني إلى معالي النائب محمد حسن لمعالي النائب، متمنى كل التوفيق والنجاح. أدعو معالي النائب محمد حسن الظهوري عضو البرلمان العربي من دولة الإمارات العربية المتحدة لأداء اليمين القانونية، فليتفضل. السلام عليكم. أقسم بالله العظيم أن أعمل على تحقيق أهداف الأمة العربية، وأن أرعى مصالحها، وأن أؤدي مهامي بالأمانة والصدق. باسمي واسمكم جميعا أتقدم بخالص التهاني إلى معالي النائب محمد حسن الظهوري، متمنن لمعاليه كل التوفيق والسداد في أداء مهام البرلمانية خدمة للأمة العربية. يتفضل سعادة الأمين العام بتراث البند التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، فليتفضل معالي. أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي، سعادة المندوب الدائم لدولة الكويت، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن نرحب بكم جميعا في افتتاح أعمال جلسة الثانية من دور انعقاد الرابع، شاكرا لكم جهودكم المخلصة وصادق تعاونكم في خدمة قضايا أمتنا العربية. واسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بأصحاب السعادة الحضور الذين يشرفونا بحضور هذه الجلسة، كما نرحب بوفد مؤسسة البابطين الثقافية بدولة الكويت، ووفد جامعة المملكة بمملكة البحرين، وكما أرحب بسعادة الدكتور جاسم محمد الياقوت نائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب ونائب رئيس اتحاد المبدعين العرب، الذين تشرف أيضا بحضورهم اليوم. الحضور الكريم، تنعقد جلستنا هذه في ظل استمرار معاناة أشقائنا في دولة فلسطين الذين يتعرضون للقصف على مدار أكثر من 100 يوم بشكل متواصل، وترتكب ضد أبشع جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف الجرحى الذين يموتون وهم أحياء بسبب نقص الأدوية وتدمير المستشفيات ومنشآت البنية التحتية، وتعمد القوة القائمة باحتلال منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. إن عالمنا المعاصر لم يشهد أزمة إنسانية أسوأ مما يشهده قطاع غزة، الذي تحول إلى منطقة منكوبة ومقبرة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى،
ورغم أن الشهادات اليومية بشأن المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في القطاع تأتي من مسؤولين دوليين يعايشون الوضع ويشاهدون على أرض الواقع، إلا أن هذا لم يحرك العالم ساكنا، وما يزال المجتمع الدولي يكتفي بدور متفرج على ما يحدث. لقد حذرنا مرارا من اعتياد المشهد الحالي لجرائم الحرب اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وللأسف الشديد فقد وصلنا بالفعل إلى هذه المرحلة الخطيرة التي يتعايش فيها العالم مع جرائم الإبادة الجماعية وعشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة بشكل يومي وكأنهم مجرد أرقام فقط. الحضور الكريم، في الوقت الذي ندين فيه مواقف الخزي والعار لكثير من الدول الغربية التي تدعم قتلة النساء والأطفال والشيوخ في دولة فلسطين، ومواقف حكومات هذه الدول التي تلطخت أيديها بدماء هؤلاء الأبرياء، فلابد لنا أن نحيي ونقف إجلالا واحتراما لمواقف الدول الحرة التي انتصرت لمبادئ الحق والعدل والإنسانية ولم ترضخ لأي ضغوط أخرى دفاعا عن إنسانيتها ومبادئها الحرة. وهنا أحيي باسمكم جميعا جمهورية جنوب أفريقيا، قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، لمواقفها التاريخية والخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها برفع دعوى ضد القوة القائمة بالاحتلال أمام محكمة العدل الدولية نصرة للشعب الفلسطيني ودفاعا عن قضيته العادلة. كما نحيي مواقف الدول التي دعمت هذه الدعوة، وتقديرا من البرلمان العربي والشعب العربي لهذه الخطوة الشجاعة، فقد قرر البرلمان العربي منح معالي السيد سيريل رافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الوسام الدولي باسم الشعب العربي، وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للزعماء والقادة الدوليين الذين يدعمون قضايا الأمة العربية ويساهمون في نصرتها. وهذه رسالة بسيطة نعبر من خلالها عن شكر وتقدير الشعب العربي للمواقف الإنسانية لجمهورية جنوب أفريقيا الداعمة للشعب الفلسطيني. الحضور الكريم، إن محاكمة هذا الكيان القاصب والمحتل أمام محكمة العدل الدولية هي خطوة أولى يجب أن تتبعها خطوات أخرى، فقد أوضحت جلسة محكمة العدل الدولية إنه كيان هش لا يفهم إلا لغة السلاح، ومن السهل فضحه وتعريته أمام العالم أجمع. وفي هذا الإطار لابد أن نقف ونعترف بأن ما حدث منذ 7 أكتوبر الماضي بكل ما يحمله من مآسي ومعاناة لشعبنا الفلسطيني، إلا أنه مثل نقطة تحول مثل نقطة تحول مهمة في تغيير نظرة العالم تجاه هذا الكيان الغاشم، كما ساهم في فهم أعمق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأنا هنا أتحدث عن شعوب العالم الحر وليس عن الحكومات الغربية العنصرية التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء وما تزال مصرة على دعم مجرمي الحرب في سلطة القوة القائمة بالاحتلال. ونعيد التأكيد مجددا على أن التعامل الدولي مع ما يشهده قطاع غزة من جرائم ومجازر منذ أكتوبر الماضي يجب أن يكون نقطة تحول فاصلة نحو إعادة النظر في هيكل النظام الدولي الحالي وآلية اتخاذ القرار به. فمن غير المقبول إطلاقا أن تشل دولة واحدة إرادة المجتمع الدولي بسبب انحيازها ودعمها الأعمال لكيان يتحدى كافة القوانين والأعراف الدولية بشكل سافر. الحضور الكريم، إن أمتنا العربية تمر بمرحلة بالغة الخطورة والصعوبة وتطلب يقظة وصحوة لم تكن مطلوبة أكثر من وقتنا هذا. فما يحدث في دولة فلسطين رغم أنه المشهد الأخطر على الإطلاق، إلا أنه يمثل حلقة في سلسلة أزمات أخرى تعاني منها شعوبنا العربية وتزداد تعقيدا بمرور الوقت. ولا أود أن أتحدث عن أزمة بعينها دون أخرى، فالأوضاع الحالية في السودان واليمن وسوريا وليبيا مع تفاوت درجة خطورتها من مكان إلى آخر، فإنها تظل أزمة مستعصية على الحل، أزمات مستعصية على الحل، وتحتاج إلى آليات وحلول عربية غير تقليدية من أجل التخفيف من معاناة شعبنا العربي في تلك الدول. وفي هذا السياق أؤكد على استعداد البرلمان العربي التام
لن يقود دبلوماسية برلمانية عربية للمساهمة في التوصل إلى حلول سياسية نهائية لتلك الأزمات. ولو فتني أن أؤكد إدانة البرلمان العربي التامة لمذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية أثيوبيا الفيدرالية ما يسمى بإقليم أرض الصومال، إن هذا الأمر لا يمثل فقط انتهاكا لسيادة الجمهورية الصومالية الفيدرالية ووحدة أراضيها، لكنه يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي أيضا. وفي هذا السياق فإن البرلمان العربي يدعم قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن التضامن والتأييد الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، بشأن اعتبار هذه المذكرة باطلة ولا قية ولا أثر لها. ونطالب دولة أثيوبيا بالتوقف التام عن مثل هذه التصرفات الإحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. قبل الختام أذكر أننا كشعوب إذا كنا لا نستطيع أن نقف في ساحة القتال إلى جانب أشقائنا في دولة فلسطين، فإن أضعف الإيمان هو أن نمدهم بالمساعدات المادية والإنسانية، ونستمر في مقاطعة وحث كل شعوب العالم على مقاطعة منتجات كل من يدعم القوة القائمة بالاحتلال. وعلى الدول العربية أن تكون متحدة وصوت واحد في مواجهة وإفشال كل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والوقوف صفا واحدا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية، فهذا هو الهدف النهائي الذي تسعى إليه القوة القائمة بالاحتلال من الجرائم والمجازر اليومية التي تقوم بها. وقبل الختام أيضا أتوجه باسمكم جميعا بتحية إجلال وأكبار إلى أشقائنا في دولة فلسطين الذين يواجهون موت بشكل يومي ويخوضون معركة وجود دفاعا عن أرضهم ومقدساتهم في مواجهة جرائم القوة القائمة بالاحتلال، سائلين الله تعالى أن يرحم الشهداء منهم الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وختاما أتقدم لكم أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي بالشكر والتقدير لكل ما تبذلون من جهود مخلصة في خدمة أمتنا العربية، والشكر موصول للأمان العام لجامعة الدول العربية بقيادة معالي الأخ السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لما تقدم من تسهيلات لاستضافة جلسات البرلمان العربي، والشكر موصول للأمان العام للبرلمان العربي بقيادة سعادة الأخ المستشار كامل شعراوي لحسن تنظيم أعمال هذه الجلسة ولكافة وسائل الإعلام لتغطيتها أعمال الجلسة، داعين عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في خير أمتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتقدم سعادة الأمين العام بتلاوة البند التالي. البند الثالث الاعتذارات والغياب. اعتذر من عدم حضور الجلسة السادة النواب أصحاب المعالي الآتي أسماؤهم: أحمد عبد الله الجبوري، أحمد حاج لاري، حنان الفتلاوي، خليل عطية، سعيد بن هلال السعدي، شيخ شعلان الكريم، صالح عوض ناصر، علي الخلايلة، علي زيد شادلي، كايد شحات الغول، محمد عياش، ناظم الشبلاوي، وحيد الزعل، يوسف رحماني. تفضل سعادة المستشار تلاوة البند التالي. البند الرابع التصديق على مضبطتي الجلستين الماضيتين. المضبطة الأولى وهي مضبطة الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 14 أكتوبر 2023، والمضبطة التي تليها مضبطة الجلسة الخاصة بفلسطين تحت شعار نصرة فلسطين وغزة المنعقدة بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية بتاريخ 28 ديسمبر 2023. أصحاب المعالي أعضاء البرلمان، وزع على معاليكم مشروع جدول الأعمال، فهل هناك أي ملاحظات على المضبط أولا؟ إذن تعتمد المضبطة. تفضل صاحب المستشار. البند الخامس تقرير لجنة فلسطين. يتفضل سعادة النائب فهمي نائب رئيس اللجنة بتلاوة بند تقرير فلسطين، مع مراعاة أن يكون في هناك اختصار سعادة النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الأخ رئيس البرلمان
الاجتماع لجنة فلسطين انعقد يوم الخميس الماضي الساعة 12 في مقر الأمان العام للبرلمان العربي بحضور ورئاسة الأخ رئيس البرلمان رئيس اللجنة والإخوة والأخوات الدكتور عبد الكريم القرشي، الأخت حسام بركات، الأخت النائب شيخة بنت يوسف الجفيري، معالي أخي النائب عساف أبو ثلين، النائب محمد اليماحي والنائب ممدوح صالح. وتغيب عن الاجتماع الإخوة التالي أسمائهم: حمدان العازمي، خالد العتيبي، ومحمد البكوري. ونصا تغيب الأخ الدكتور عبد السلام نصي لخلل فني منا نحن في رئاسة اللجنة وفي الأمان العام على نحو خاص. أنقل في هذه اللحظة أيضا تحيات أخي كايد الغول وأخوي صلاح أبو ناصر اللذين لم يتمكنا للجلسة الثالثة على التوالي من حضور اجتماعات البرلمان العربي باعتبار أنهما يقطنا في قطاع غزة الذي لم يعد فيه مكانا ساكنا للسكن أو سكينا للسكن. بداية الاجتماع رحب أخونا رئيس البرلمان ب أعضاء اللجنة وتلا تقريرا عن مجمل نشاطاته بحضور أمانة سر اللجنة، وتم الحديث بشكل تفصيلي حول الرسائل الصادرة من معالي أخي رئيس البرلمان رئيس اللجنة لكل الجهات ذات الاختصاص أو الجهات المعنية سواء كانت الرسمية أو كانت الحقوقية والأممية. الاجتماع ناقش تفاصيل الواقع القائم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية باعتبار أن الذي يجري في الضفة الغربية هو نموذج مصغر عما يجري في قطاع غزة، وبعد مناقشات ومداولات طويلة تم إقرار البيان مشروع البيان الختامي الموجود فيما بين أيديكم، بيد أنه قد تم الحديث للمرة ربما الحاسمي في تغيير مسمى توصيف الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يعتمد تسمية القوة القائمة بالاحتلال، وكان هنالك مجموعة من المقترحات سواء كانت الكيان الصهيوني أو كانت العدو الصهيوني أو الاحتلال الإسرائيلي أو دولة الاحتلال. وفي نهاية المطاف توافقت اللجنة على التقدم للبرلمان في هيئته العامة باعتماد مسمى كيان الاحتلال الإسرائيلي كمسمى رسمي يعتمد في مراسلات وفي مخاطبات البرلمان العربي باعتبار أن لكل كلمة فيها دلالة، ولكنه توصيف سياسي يقفز عن التوصيفات السابقة. البيان الذي آمل أن تعذروني في عدم قراءته لأنه مقدمته هي مقدمة البيان السابق، لأنه عندنا بعض القضايا أساسا هي ثابتة في داخل البيان، ولكن البيان فيه عدد من المفاصل تتعلق بالأساس في التطورات الراهنة ما بين البيان طبعا عارفين انه مضر قال لي يعني اختصر وانا اساسا مختصر. فالبيان بالاساس يتحدث عن مجمل الفتره ما بين دوره البرلمان السابقه ب20 شهر حتى هذه اللحظه. لا يوجد هنالك تطورات جذريه باستثناء مداولات المحكمة العدل الدولية بناء على القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا. وحقيقة احنا ايضا نحيي كل الدول التي تساند جنوب أفريقيا، بيد انه بالامس قد صدر تصريح وبيان رسمي من جنوب أفريقيا في ان الدول التي ساندت حتى هذه اللحظة اعلاميا ولم تدخل اي دولة شريكة بشكل مباشر مع جنوب أفريقيا. البيان موجود فيما بين ايديكم، أنا أرجو الاطلاع عليه، جاهزين تماما لأي مناقشات بخصوص البيان. يمكن أن يكون في عديد القضايا الجديدة، ولكن في ثلاث قضايا أساسية حريصين عليها. القضية الأولى هو العمل على وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة باعتبار أن هنالك حديث مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتموضع في داخل قطاع غزة لفترة طويلة من الزمن. الثاني أن هنالك أولوية في أن يتم البحث بكل جدية
بل أن يتم الإنفاذ الفوري للقرار 2720 تحديدا فيما يخص الإغاثة الإنسانية والدواء ومستلزمات الحياة الكريمة في قطاع غزة. وأنا لا أريد أن أوصف هذا الحال الذي يراه كل منكم في الفيديوهات والنشرات التي تطلع عليها بشكل كامل، والتي وصلت حد قطع اللحم الحي، حتى أن أحد أطباء فلسطين قد قام ببتر قدم ابنة شقيقه في مطبخه بدون أي أدوات أو مستلزمات طبية وبدون أي عمليات تخدير. الموضوع الثالث وربما هو موضوع مستحدث في 48 ساعة الأخيرة، المتعلق أساسا في موقف الاحتلال الإسرائيلي من الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين، واللي بموجبه أثير هذا الموضوع في عديد من أروقة السياسة الدوليين سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، واللي تم الحديث فيه من جديد حتى على لسان الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالسيادة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في وجود دولة فلسطينية مستقلة. بكل حال أي حلول يمكن أن تتجاوز الحق الفلسطيني، أي حلول يمكن أن تلتف الحق على الحق الفلسطيني، ستبقي ما يمكن أن يسمى بحالة عدم الاستقرار وعدم الأمان في داخل منطقة الشرق الأوسط. والحل الوحيد والممر الإجباري لما يمكن أن يسمى استقرار في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يأتي وسيأتي قطعا عبر قيام دولة فلسطينية. أخيرا واسمحوا لي بالقول معالي إخوة النواب الأعزاء، الفلسطينيون الواقفون على الثغر الأول يشعرون أنه يتم الاستفراد بهم، وأن الإرادة الدولية تحتضر ولا تتحضر، فلم يتوقف نزيف الدم ولم يعانوا بشربة ماء في كثير من الأحوال، والسكن حتى وصل الحد بأنه أن السكين قد تقطع في اللحم الحي، وشبح الهجرة وخطرها ما زال موجودا. ومع ذلك ننشد قول شاعر فلسطين الشهيد توفيق زياد الذي يقول فيها: إن هنا باقون فلتشربوا البحر، نحرس الظل التين والزيتون، ونزرع الأفكار كالخمير في العجين، برودة الجليد في أعصابنا وفي قلوبنا جهنم حمرة، إذا عطشنا نعصر الصخرة ونأكل التراب إن جعنا ولا نرحل، وبالدم الزكي لا نبخل ولا نبخل ولا نبخل، هنا لنا ماض وحاضر ومستقبل، كأن 20 مستحيل في اللد والرملة والجليل، في غزة وجنين والخليل، يا جذرنا الحي تشبث واضرب في القاع يا أصول، أفضل أن يراجع المضطهد الحساب من قبل أن ينفلت الدولاب، لكل فعل رد فعل. شكرا. أرجو بعد النقاش بتوجيهات أخي معالي رئيس البرلمان بيتم إقرار البيان من عدمه. شكرا. شكرا معالي النائب فهمي الزعاري النائب رئيس اللجنة. فليتفضل سعادة النائب عساف أفو باثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الرئيس، أنا أشكر الأخ الأستاذ فهمي زعرير على تقريره الذي قدمه على اللجنة، وأنا مؤيد تماما لجميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة ولهذا البيان. واسمح لي معالي الرئيس هذه الكلمة المختصرة بشأن الوضع الفلسطيني. معالي الرئيس، الأخوة والأخوات، الزملاء أعضاء البرلمان العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعقد اليوم الجلسة الثالثة للبرلمان العربي في وقت بالغ الخطورة على أهلنا في غزة وفي فلسطين وعلى المنطقة العربية بأجملها. فمنذ 7 أكتوبر الماضي ودولة الاحتلال الإسرائيلي تشن حربا وإبادة شعواء على أهلنا في غزة وتهجيرا قسريا لأهالي غزة، خلفت خسائر بشرية فادحة وأوضاعا إنسانية مأساوية. هذه الحرب والعدوان نتيجتها أكثر من 24,000 شهيدا وأكثر من 62,000 جريحا، كما وصل القطاع الصحي في غزة إلى مرحلة الانهيار الفعلي الكامل، وأصبح أهالي غزة يفتقدون وسائل العيش والحياة، حتى المياه أصبحت مقطوعة عنهم. إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا غير مسبوق على قطاع غزة، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية
ويتعرض أهلنا في غزة إلى مجاعة غير مسبوقة. فقد صرح هذا اليوم المفوض العام للأونروا وقال أن غزة تواجه اليوم ذروة الحرب إذا ما قورنت بالحروب السابقة في آسيا وأفريقيا. معالي الرئيس، أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لإبادة تخالف الأعراف والمواثيق الدولية وتشكل جريمة ضد الإنسانية، وبات الوضع يستدعي تحركا عربيا ودوليا عاجلا لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة. الإخوة والأخوات، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تقف اليوم وكل يوم مع أشقائهم في فلسطين، ومعروفة مواقفها منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 إلى اليوم، ولا زالت تقوم المملكة بدعم منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وتقدم المبادرات السياسية والدعم المالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني الشقيق، وتعتبر المملكة أكبر دولة عربية تساعد الأشقاء الفلسطينيين، وتعتبر هذا حقا وواجبا تقوم به المملكة العربية السعودية لأشقائها. وكان آخر ما قدمته المملكة هو إطلاق حملة شعبية سعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وقامت هذه الحملة بجمع أكثر من 600 مليون ريال سعودي لدعم الأخوة، وبادرت بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ونقلها جوا وبحرا بأكثر من 40 طائرة سعودية وأكثر من 6 سفن بحرية وصلت إلى معبر رفح لتقديمها وإيصالها من خلال الأشقاء في الهلال الأحمر المصري لإيصال للأخوة في داخل قطاع غزة. كما قامت المملكة بعقد قمة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض بناء على طلب المملكة لتشكيل موقفا عربيا موحدا وتكثيف الضغط الدولي للوصول إلى وقف هذا العدوان المستمر على غزة، وكذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم أمن واستقرار المنطقة. وكلفت هذه القمة وفدا عربيا برئاسة وزير الخارجية السعودي وزملائه من الجامعة العربية، وكان لهذه اللجنة دورا كبيرا في زيارة عدد كبير من الدول الكبرى والمؤثرة، وكان لهذه الجولة نتائج إيجابية ملموسة على الوضع العربي والحاصل في غزة بالذات. معالي الرئيس، اليوم نقف جميعا ومع أصدقائنا في العالم الحر موقفا موحدا في دعم أشقائنا في غزة وفي فلسطين، ونشيد بالأخوة الفلسطينيين على توحيد كلمتهم وجهادهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ووقوفهم جميعا يدا واحدة وصفا واحدا ضد هذا العدوان. كما يجب الاستمرار والتكاتف على هذا المسار وعلى هذا الموقف. ختاما معالي الرئيس، إننا جميعا باسمكم باسم جميع الزملاء أعضاء البرلمان العربي نتوجه بالشكر والتقدير لدولة جنوب أفريقيا على موقفها الإنساني العادل في إقامة هذه الدعوة ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، ونسأل الله الفرج العاجل والنصر القريب للشعب الفلسطيني الشقيق، وإنه على ذلك لقدير. شكرا معالي الرئيس، وشكرا للمجلس الموقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي النائب عساف ابو ثنين. معالي النائب خالد العتيبي. شكرا الاخ رئيس. الاخ رئيس، اطلب بان القي كلمتي من على المنصه. تفضل. بعد سعاده النائب شيخ الجفيري بيكون اسمك التالي بيكون شكرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
بسم الله ناصر المظلومين ومجيب دعوة المضطرين وجامع الناس ليوم الدين. بسم الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ رئيس البرلمان العربي، الأخوة والأخوات أعضاء البرلمان، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقلت لكم في اجتماعنا الذي انفض قبل شهر من الآن غيظاً من فيض المشاعر، مشاعر الإنسان العربي المسلم وهو ينظر بغضب وألم إلى وحشية آلة التدمير والإبادة الصهيونية التي تعربد في الأراضي الفلسطينية بغطاء من الدول الكبرى. مشاعر الإنسان العربي المسلم الذي يكبر بفخر الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الذي اجتمعت على أرضه كل المظالم في هذا العالم. أتحدث اليوم والحرب على أشقائنا في فلسطين المحتلة وخصوصاً على قطاع غزة الأبي تخطت 100 يوم من القتل والتدمير والتهجير في حرب إبادة جماعية متواصلة ومجازر وجرائم حرب متتابعة، وآلاف من الأبرياء الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء. فإنني جئتكم بدعوة جامعة إلى عمل جاد للالتفاف حول صياغة جديدة للعمل البرلماني العربي المشترك، صيغة نعيد فيها تعريف أنفسنا لأنفسنا ونشيد بها جسراً بين ماضينا وحاضرنا، ونفرض بها معدلات نمسك من خلالها زمام المبادرة، ونشق بها خرقاً في جدار الموازين المختلة، لنعبر بصدق عن صوت الشعوب ونحمل بقوة قضايا هذه الأمة. إننا في أمس الحاجة إلى الانقلاب على ثوب الاستضعاف الذي أريد لنا أن نتلبسه، إلى أن أصبح البعض يراه واقعاً لا فكاك منه ومصيراً لا بديلاً عنه. وما يحدث من تكالب دولي على الشعب الفلسطيني المقاوم جزء من تكريس هذه النظرية في النفوس العربية. وإلا فكيف نفسر أكثر من 100 يوم مضت والمجتمع الدولي عاجز عن إصدار مجرد قرار لوقف إطلاق النار يضع حداً للمجازر الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الغاشمة والتي حولت القطاع إلى مقبرة جماعية يلفها الموت من كل جانب وتفتقر إلى كل أساسيات الحياة، ويدفع فيها الشعب إلى خيارين كلاهما مر، إما موت تحت القصف وإما هجرة من الأرض والوطن. الإخوة والأخوات الحضور، لا أبالغ عندما أقول أن العالم يمر بمنعطف تاريخي، وإن انعكاسات القضية الفلسطينية التي تمر حالياً بواحدة من أخطر مراحلها ستلقي بظلالها على الشعوب والأنظمة، وستحدث تحولات جذرية عاصفة، ودورنا أن نحرص على توجيه تلك التحولات لصالح قضايا الأمة المنسية وفي القلب منها قضية فلسطين. إن قوى الشر الداعمة للكيان الصهيوني تتكالب على تصفية القضية بإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم في مشهد يدل على أننا أمام أكبر جريمة ضد الإنسانية في العصر الحديث، ويحدث ذلك أمام صمت مخزن للمجتمع الدولي سيذكره ويخلده التاريخ بما يمثله من وصمة عار على جبين الإنسانية.
بينما لا يزال الصمود الأسطوري لشعب فلسطين ومقاومته يشق طريق إعادة الحق الفلسطيني المسلوب ويسقط مؤامرات دويلة الكيان وحلفائها. الأخوة والأخوات الأفاضل، إن زيف المجتمع الدولي وكذبه المفضوح يزداد انكشافاً مع كل قطرة دم فلسطيني، لا سيما من يدعون أنهم العالم المتقدم ورعاة حقوق الإنسان. وأنا هنا أتكلم عن الحكومات التي تدعم قتلة الأطفال والنساء والشيوخ، ولا أتحدث عن الشعوب الحية التي ملأت الشوارع احتجاجاً على هذا العار. وفي خضم هذا الواقع المرير تزداد كل يوم إرهاصات إسقاط هيمنة الكيان الصهيوني على القرار العالمي، وتتحطم أصنام الزيف والوهم التي أسس عليها المحتل بنيانه لعقود، وتتنامى مؤشرات ميلاد تاريخ جديد بموازين أكثر عدالة وإنصافا. ومن مفارقات التاريخ أن يسعى الكيان المأزوم لمحو ذاكرة الحق الفلسطيني ونضال مقاومته بنهج الإبادة والتدمير والتهجير والتضليل، فتنقض عليه ذاكرة النضال الذي باركه العالم، متمثلا في دعوى أحفاد نيلسون مانديلا التي تبنتها دولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، متهمة الكيان الصهيوني بتنفيذ جريمة إبادة جماعية بحق أهل غزة، وهو موقف يمثل لحظة تاريخية ومصالحة مع الإنسانية في وقت تصمت فيه الحكومات القوية التي طالما فرضت العقوبات على الدول. ومن ترتيبات القدر أن يحشد الكيان المحتل عسكرياً وسياسياً وإعلامياً ودولياً لقلب الحقائق وتزوير التاريخ، فيباغته التاريخ الرافض للإبادة وللفصل العنصري عبر دولة جنوب أفريقيا التي تحررت بتضامن عالمي تاريخي غير مسبوق، ليقف هذا الكيان وحلفه جنباً إلى جنب في مواجهة تناقضاتهم وفي قفص اتهام تغييب العدل أمام محكمة العدل. وتنبع أهمية دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني من أنها المرة الأولى التي يتم فيها جرجرة هذا الكيان الغاصب إلى ساحات المحاكم منذ نشأته. وإذا قيض لمحكمة العدل الدولية أن تحتفظ بحيادها واستقلاليتها عند اتخاذ قرارها النهائي وتحكم لصالح دعوى جنوب أفريقيا، فسيؤدي ذلك إلى تغيير واضح في الوضع السياسي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يشاركون بطريقة أو بأخرى في مساعدة هذا الكيان الغاصب في عملياته العسكرية والإجرامية في قطاع غزة. وليس عجباً أن تنضم ألمانيا صاحبة أول إبادة في القرن العشرين على الأراضي الناميبية في الجانب المقابل لدعوى جنوب أفريقيا دعماً للكيان الصهيوني المحتل في محكمة العدل الدولية التي تواجه فيها تهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. الأخوة والأخوات الحضور، إن الضمائر الحية التي تقف مع المظلومين في فلسطين المحتلة جديرة بالاحترام والتقدير والإشادة، فهي تدل على أن الحق سيعلو وينتصر مهما طالت المظالم وخرست ألسنة الدول الكبرى التي تتشدق بالديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها. ومثل هذه المواقف المشرفة لا يحاكم الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما تتم محاكمة القانون الدولي أيضاً، لأنه إذا تعرض للتجاهل أو أسيء استخدامه فهذا يعني أن العالم كله أصبح أمام خطر كبير. إن رصيد الكيان الصهيوني متضخم
بجرائم الإبادة والمجازر في حق الشعب الفلسطيني منذ حرب 1948 وحرب 1976، مروراً بمذابح صبرا وشاتيلا ودير ياسين ومذبحة خان يونس وكفر قاسم، وانتهاءً بسلسلة الاعتداءات التي ارتكبها في قطاع غزة في سنوات 2008 2009 2012 2014 2021، وجريمة الإبادة التي بدأت في أكتوبر الماضي ولا زالت متواصلة. وأمام هذا الرصيد الدموي، فإن محكمة العدل الدولية مطالبة بإدانة هذا الكيان المجرم، مثلما سبق لها وأن أصدرت 12 حكماً بالإعدام وسبع أحكام بالسجن المؤبد ضد ألمانيا في محاكمة الهولوكوست، وقضت في العام 2007 بإدانة 90 شخصاً أبرزهم رئيس جمهورية صربيا السابق بتهمة الإبادة الجماعية. فالعصابة الصهيونية المحتلة لا تختلف عن أسلافها في الإجرام من النازية في ألمانيا أو النظام الصربي السابق الذين ارتكبوا الإبادات الجماعية وجرائم التطهير العرقي، فوجب أن يلقى هذا الكيان الصهيوني ذات المصير. الأخوة والأخوات الحضور، إننا كبرلمانيون، وإذا كنا لا نملك السلاح في مواجهة هذا العدوان الغاشم على أشقائنا في فلسطين، فإننا نستطيع أن نقود حراكاً عربياً وإسلامياً ودولياً من أجل حشد الدعم اللازم لنصرة القضية الفلسطينية والوقوف الفوري للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال، ومحاسبة المحتل الغاشم على جرائمه التي ارتكبها بحق أشقائنا هناك. إننا مطالبون جميعاً في ظل هذه اللحظة الفارقة التي تمر فيها قضية فلسطين أن نتحد لمواجهة كافة المحاولات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه لصالح المحتل الغاصب، كما يتحتم علينا أن نستمر في حظ شعوبنا على الاستمرار في مقاطعة منتجات كل من يدعم قوات الاحتلال الغاشمة في القيام بجرائمها ضد شعبنا الفلسطيني الأبي، فهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لدعم أشقائنا ونصرتهم. الأخوة والأخوات الأفاضل، أقف اليوم على هذا المنبر وفي هذه القاعة، قاعة جامعة الدول العربية، والتي طالما اجتمع فيها قادة وحكام الدول العربية، وعليه ومن ذات القاعة والمكان أطالبهم باسم الشعوب العربية والإسلامية الحرة بدعم تحرك دولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية بكل ما يملكون من قوة وبكل الوسائل المتاحة لهم لمحاكمة قادة هذا الكيان الصهيوني كمجرمي حرب بسبب جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. فإن عجزنا أو قصرنا في دعم ذلك التحرك، وهذا أضعف الإيمان، فباطن الأرض أصبح خير لنا من ظاهرها. أخيراً وليس آخراً، لا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير الأمة العربية والإسلامية. شكراً للجميع، شكراً للأخ الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي النائب خالد. أصحاب المعالي، أقترح عليكم تحديد 3 دقائق، وسيكون في هناك التزام فيه اختصاراً للوقت، فهل توافقون على 3 دقائق؟ وسيلتزم، أتمنى أن من الجميع أن الالتزام بها. معالي النائب شيخ الجفيري، وبعدها معالي النائب إبراهيم عبده. بسم الله الرحمن الرحيم.
معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسوم الموقر رئيس البرلمان العربي، أصحاب المعالي والسعادة وممثلو البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، الأعضاء في البرلمان العربي الموقرين، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم والعدوان القاشم على غزة، على قطاع غزة والضفة الغربية وكافة الأراضي المحتلة، قد تجاوز 100 يوم بعد أن حصد أرواح أكثر من 24 شهيد وأصاب أكثر من 60,000 جريح جلهم من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، ولا تزال أعداد الجثامين تحت الأنقاض أو تحت مرمى القصف المستمر. فقد ارتكب خلاله الكيان المحتل حرب إبادة جماعية من أبشع جرائم الحروب في التاريخ، قصف خلالها مئات الدور والأعيان المدنية من المستشفيات والمدارس والمخيمات، لجوء وإيواء ومساجد. الأخوة والأخوات، يقف المجتمع الدولي اليوم في ذهول من جرائم الإبادة والتهجير القسري والحصار الجائر بمنع جميع وسائل الحياة من ماء وغذاء ودواء ووقود وعلاج واتصال. إنها أفظع جرائم العصر التي سيسجلها التاريخ كشاهد دامق يؤكد حجم جرائم الكيان المحتل. الأخوة والأخوات، لقد تعودت في لقاءاتنا أن أبرز الجهود القطرية لدى أشقائنا في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية، وإلحاقا لما استعرضته في لقائنا السابق أود بيان المساعي القطرية في إطار الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة المستدامة واستئناف المفاوضات للوصول لحل دائم لقضيتنا، قضية الأمة العربية والإسلامية العادلة لاسترداد الحقوق السلبية وحماية مقدساتنا. وقد واصلت دولة قطر مساعيها الحديثة لوقف العدوان وإيصال المعونات الإيقافية والمساعدات الأساسية من غذاء ودواء ووقود وتجهيزات طبية بصفة دائمة، وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظه الله ورعاه. كرست الخارجية القطرية وأجهزة الدول الأخرى وأجهزة الدولة الأخرى جهودها بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب الطروس. وبفضل مساعي دولة قطر، فقد كانت كوسيط محايد نال ثقة جميع الأطراف، على وعلى خبرتها في التوسط بين الفرقاء في عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية. تمكنت دولة قطر من حشد جميع الأطراف المعنية للعمل على وقف الحرب ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وخاصة في أعقاب عدوان الكيان المحتل وضرباتها في لبنان وسوريا، والتي أدانتها الدوحة ووصفتها بانتهاك سيادة بلدين شقيقين. كما تمكنت قطر بفضل علاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المتورطة في دعم الكيان المحتل. أرجو الاختصار، انتهى الوقت. أرجو الاختصار. لا بس دقيقة. تفضلي. وفي لفتة كريمة تعبر عن مدى التعاطف الشعبي القطري مع أشقائهم الفلسطينيين، أهدى كابتن المنتخب القطري حسن الهيدوس في حفل افتتاح بطولة كأس آسيا يوم الجمعة شرف تأدية قسم البطولة لكابتن فلسطين مصعب البطاط. كما كانت الترويدة الفلسطينية حاضرة في حفل افتتاح البطولة القارية المقامة حاليا في الدوحة، والتي استهلت بعبارة لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي النائب الشيخ معالي النائب إبراهيم عبده. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. صاحب المعالي الرئيس عادل بن عبد الرحمن العسومي، أصحاب المعالي عضو البرلمان العربي، السلام عليكم ورحمة الله. سيد الرئيس، استنكرت جمهورية جيبوتي بلادنا استئناف قوات القائمة بالاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل في مشهد يؤكد مجددا استخفاف سلطة الاحتلال بقواعد القانون الدولي
ويجسد عجز المجتمع الدولي بالقيام بالحد الأدنى من دوره في حماية المدنيين وإطلاق النار، كما تحذر أيضا جمهورية جيبوتي سيد الرئيس من استمرار هذا العدوان من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري الذي تفرضها قوات الاحتلال، خاصة وإن أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت قصف من ظل عدم توفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وكما نطالب أيضا جمهورية جيبوتي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان والعودة إلى الهدنة والذي يتبعها وقف دائم لإطلاق النار، كما تؤكد دولتنا شعبا وحكومة دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل في كافة المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية. سيد الرئيس، أخيرا، لا سلام مع الكيان الإسرائيلي إلا بحل الدولتين وبقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. معالي النائب إبراهيم، معالي النائب ممدوح الصالح. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الأخيار المنتجبين. معالي الرئيس، أطلب الوقوف لقراءة الفاتحة وإهداء ثوابها إلى أرواح الشهداء، شهداءنا في فلسطين. أرجو الوقوف. شكرا معالي الرئيس. حبيت في هذه المداخلة معالي الرئيس أن أتحدث عن صورة الإعلام العربي، وأن أقدم باسم البرلمان العربي الشكر والتقدير لكل الجهود الإعلامية التي تقوم بها القنوات العربية التي تدعم قضية فلسطين، وأخص بالذكر قناة الجزيرة. لولا هذه القناة ومحللينها ومراسلينها لما اتضحت الصورة الواضحة لهذا الكيان الغاصب. وأشيد هنا بالمراسل الشهم البطل القائد وائل الدحدوح الذي كان نصيرا لكل القضايا وقد خسر أهله في هذه الحرب وما زال واقفا شامخا. فدعوة منا إليه لكل الشكر والتقدير. كما أقول، حلل حلل يا الدويري حلل، فنحن معك، وإن شاء الله حماس وغزة والسلطة الفلسطينية منتصرين إن شاء الله. وفي هذا السياق معالي الرئيس، أشكر معاليكم على شكركم لدولة جنوب أفريقيا على ما قامت فيه. ومن هذا المنطلق، بما أن ندعو الشعوب العربية بالمقاطعة للدول التي تساند هذا الكيان الصهيوني، من هذا الباب معالي الرئيس أدعوك وأدعو جميع الأخوة وأدعو جميع شعوب العربية بدعم كل منتجات دولة جنوب أفريقيا من أجل وقوفها من أجل قضية فلسطين، قضية الأمة العربية، قضية العرب والمسلمين. إننا نحث هنا يا معالي الرئيس البرلمان العربي لمزيد، أنا أعلم يا معالي الرئيس بأنكم تقومون بجهود كبيرة، ولكن نطالب بجهود أكبر
وزيادة في الضغط الدبلوماسي وزيادة في الضغط على حكوماتنا العربية من أجل هذه القضية الإنسانية العريقة القديمة. أود فقط يا معالي الرئيس أن أقول في مشهد مختصر وختامي بأن الدول التي تدعي الإنسانية وتدعي أنها تدعم حقوق الإنسان مع الأسف الشديد هي تدعم الظلم والظالمين ضد المظلومين. ومن هنا أناشدكم يا معالي الرئيس بأن نقول كلمة الحق وأن نضع النقاط فوق الحروف. مو يجون إلينا دول تدعي الإنسانية مثل فرنسا على سبيل المثال وهي تدعي حقوق الإنسان وهي ضد الإنسانية وضد البشرية في دعمها للمثلية، وآخر شاهد كان إلينا رئيس وزرائها ووزير خارجيتها. يا عيب الشوم على قولة الفلسطينيين والشوام، يا عيب الشوم على هيك خلقة وأخلاق. شكرا معالي الرئيس. شكرا معالي النائب ممدوح الصالح، معالي النائب شاهد الجمل، بعدها معالي النائب حسن البرغوثي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد. شكرا يا رئيس على إعطاء الكلمة، وأنا طبعا بشكر السادة أعضاء لجنة فلسطين على التقرير، وبأكد على يمكن زميل عساف قال قبل كده البيان الرقمي الذي يشير إلى عدد الشهداء وعدد المفقودين. يعني إحنا للمرة الجلسة الثانية بنزداد من الشهداء ومن الأطفال ومن النساء في الكيان الصهيوني بتفحش داخل القضية الفلسطينية. ولكن أنا النهاردة بقول لدولة جنوب أفريقيا أنكم رفعت رأس الأمة العربية بالبلاغ والمحاربة إلى الكيان الصهيوني على مستوى المحكمة الدولية. كل الناس كانت بتتمنى هذا، وده خط قوي جدا 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 لن نغفله ولن نضيعه. وانا بشيد ان هذا البرلمان كان له دور من الادوار الثريعة في الحركة ضد محاكمة هذا الكيان الصهيوني دوليا. بقول النهاردة مش عايزين الناس والشعوب الغربية اللي تعاطفت معانا يبقى تحصيل حاصل لها ما يدور داخل القضية الفلسطينية. دورنا كشعوب عربية ودول عربية ان تزداد الحركة داخليا وخارجيا مع الكيان الفلسطيني لمساهمته ومساعدته. النهاردة المرحلة عدت في الارقام والبيانات والانتهاكات، لكن اين المحاكمة الدولية؟ لازم نتفق كلنا على محاكمة هذا الكيان، هو كده كده مستني محاكمات دولية خاصة داخليا داخل إسرائيل وخارجيا مع الجريمة البشعة التي أمام العالم كله موجودة. بأكد على دور جمهورية مصر العربية في مساندة الإخوة الفلسطينيين من قطاع غزة، والدور اللي يلعبه الشعب والقيادة السياسية نحو القضية الفلسطينية في كافة المجالات، سواء في تسهيل دخول المواد التي ترسل من الدول العربية وتسهيلها، والمواد التي تجمع من الإخوة المصريين داخل جمهورية مصر العربية. وبأكد النهاردة إن القضية الفلسطينية بالنسبة لنا كمصريين هي قضية دين وعرق وحدود وكل شيء، وهذه القضية قضيتنا من زمان ومن النهاردة وبكرة. بقول كل التقدير وكل الشكر وكل العرفان لجنوب أفريقيا على ما تم الذي سحر ضمير العرب. نتمنى من الله أن العرب يصحوا لهذا التحرك ويصطفوا إليه.
إن شاء الله إن شاء الله بأكد على إن فلسطين إن شاء الله القدس عربية عربية ومنصورة بإذن الله وفضل ربنا. كل الشكر لمعاليك يا رئيس. شكرا معالي النائب شادي. معالي النائب حسن برغوثي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة الأخوة الزملاء. أولا نبارك للأخوة الزملاء الجدد ونتمنى لهم التوفيق والسداد. ثانيا نشكر لجنة فلسطين على إعداد هذا التقرير وبارك الله فيهم على هذا المجهود الكبير وإيضاح كثيرا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. لن أطيل الحديث ولن أكثر الكلام في هذا الموضوع لأن قناعتي تحدثنا في مراحل سابقة ودخلنا في الأفعال بإذن الله والتوفيق من الله تعالى إن شاء الله. حبيت نشير إلى بعض النقاط بإيجاز سريع وهو فيما يتعلق بدعم فلسطين. قامت مؤسسات ليبية غير رسمية بتوأمة عمل إنساني جبار مع مجموعة من الداعمين للقضية الفلسطينية في شراكة دولية لتوصيل قافلة طبية بناء على طلب من الهلال الأحمر الفلسطيني تحت شعار فلسطين قضيتنا. متكونة هذه القافلة من عدد 11 سيارة عناية فائقة منها 2 مستشفى ميداني. كانت هذا أقل واجب وأقل دعم إلى القضية الفلسطينية. في هذا الإطار أود أن أرد على التشويه الإسرائيلي على الدول العربية وبالأخص على جمهورية مصر أن هي ليست مهتمة فيما يتعلق بدعم الأخوة الفلسطينيين والمهجرين من جانب الحدود. فأنا من هنا من هذا المنبر أرد على التشويه الإسرائيلي. نحن كدولة ليبيا وأنا بشكل شخصي كعضو برلمان تابعت هذا العمل الدعم القافلة من مؤسسات يعني تطوعية ليست بشكل حكومي وإنما هو دعم شعوب عربية إلى القضية الفلسطينية. طبعا هذا الرسالة نبي نوصلها للإسرائيليين أن الأخوة العرب ما زال الشعوب يعني متعلقة بالقضية الفلسطينية ولن نهابهم ولن نخاف منهم وسوف نواجههم بكل ما نملك. في هذه المناسبة من خلال متابعتي لهذا العمل أود الشكر كل الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا وكذلك الإخوة في الهلال الأحمر الفلسطيني. وجب علي شكرهم. قاموا بعمل جبار بدعمنا وبتسهيل كافة الأمور بتوصيل القافلة إلى الإخوة في فلسطين وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. شكرا معالي النائب حسن. أصحاب المعالي أستأذنكم في تقديم بند التكريم على أساس أن احنا بعدين نستمر في باقي جدول الأعمال. هل توافقون على التكريم؟ إذن موافقة. تفضل سعادة الأمين العام تلاوة البند. تكريم الشاعر والأديب عبد العزيز سعود البطين بوسام الريادة بناء على قرار مجلس أمناء وسام البرلمان العربي. أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي، نتشرف اليوم بتكريم واحد من أهم وأبرز رموز الثقافة العربية والعالمية وهو المغفور له بإذن الله تعالى الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين الذي رحل عن عالمنا في شهر ديسمبر الماضي بعد مسيرة عطاء حافلة بالكثير من الإنجازات والعلامات المضيئة في مجال دعم الأدب والثقافة في العالم العربي عبر أسهاماته المتميزة التي سيخلدها التاريخ وأسهامات مؤسسته مؤسسة عبد العزيز البابطين الثقافية وبرامجها المتنوعة. لقد حاز الشاعر عبد العزيز سعود البابطين رحم الله وطيب ثراه على نحو 17 دكتوراه فخرية من قبل عدد من الجامعات المرموقة تقديرا من دوائرها الأكاديمية لجهوده ودوره التنويري في المجال الثقافي والعمل الخيري الإنساني ونشاطه الداعم للسلام وحوار الثقافات، كما نال العديد من الأوسمة الرفيعة والدروع والجوائز تقديرا لما قام به من جهد في مجال الثقافة وذلك في مختلف
المحافل العربية والدولية، ولم تقتصر جهوده رحمه الله في إثراء الحركة الثقافية والتعليمية والإنسانية على الوطن العربي فقط، بل امتدت إلى المجال العالمي، وعمل على تعريف العالم بالثقافة العربية ووجهها الحضاري الناصع، فضلا عن العديد من المبادرات التي أطلقها من أجل تنمية ثقافة السلام والحوار، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من منظمات والمؤسسات الدولية. وأن البرلمان العربي، وتقديرا منه للجهود الحثيثة والدور الرائد الذي قام به المغفور له بإذن الله تعالى الشاعر عبد العزيز سعود البابطين في مجال الثقافة والشعر والأدب على المستوى الوطن العربي والعالم، يتشرف اليوم بتكريمه عبد الرمانح وسام الريادة الذي يمنح البرلمان العربي باسم الشعب العربي كافة للشخصيات العربية المرموقة من البرلمانيين الذين أسهموا في مرموقة من غير برلمانيين الذين أسهموا في تحقيق أهداف وغايات نبيلة للأمة العربية. وكلنا ثقة في أن أبنائه الكرام سوف يكملون المسيرة من بعده لتظل مؤسسة عبد العزيز البابطين الثقافية أحد منارات العلم والثقافة داخل الوطن العربي وخارجه. أمانة يعني أصحاب المعالي فعلا يعني شخصية، الشاعر عبد العزيز البابطين فعلا شخصية تاريخية استثنائية، قدمت الكثير للأمة العربية وكان وجه بارز للأمة العربية، اتفق عليه القادة العرب والشعب العربي كل دول العالم على أن هذه الشخصية فعلا شخصية حظت باحترام العالم وكانت وجه مشرف للأمة العربية. نحن البرلمان العربي عندما يعني نتجه إلى تكريم الشخصيات التي قدمت للأمة العربية دائما نسعى بأن تكون هذه الشخصيات فعلا تستحق هذا التكريم. فالوسام الذي يقدم باسم البرلمان العربي هو الوسام أصلا يعتبر وسام تقديرا من الشعب العربي، هو أساسا وسام باسم الشعب العربي. لذلك اخترنا المغفور له بإذن الله تعالى الشاعر عبد العزيز البابطين بيكون هو أول شخصية عربية تحظى بهذا الوسام، وهو وسام الريادة فعلا، فهو فعلا كان له الريادة وله سبق الكثير من الأفعال التي أو الأعمال التي قام بها من تقريبا أكثر من 60 عاما استمر لآخر يوم في حياته، وهو يحمل هم أن تكون الأمة العربية تكون في مقدمة الأمم من خلال المجالات اللي دعمها. وأمانة هي ليست مجالات محددة بل مجالات متنوعة ثقافية وعلمية واجتماعية وخيرية وكثير من المجالات. لذلك أردت أن أتحدث بكلمة ارتجالية تقديرا لهذه الشخصية الذي منذ أعلننا عن منح البرلمان العربي لوسام الريادة لهذه الشخصية الكبيرة إلا أن لن تتوقف الاتصالات التي تشيد بهذه المبادرة التي حرص عليها البرلمان العربي. فباسمكم جميعا نتقدم إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن نتمنى من أخوة من أبنائه وعائلته الكرام أن يستمروا في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي الكبير الذي نعتز فيه احنا كمواطنين عرب، بأن هذه الشخصية العالمية فعلا كان منارة للعلم ومنارة للثقافة ومنارة للتحضر. فلن أطيل عليكم، لكن أردت أن أتحدث بهذه الكلمة ارتجاليا احتراما لهذا التاريخ الناصع البياض الذي نعتز فيه جميعا، متمنيا لأبناء كل التوفيق والنجاح، وفعلا يعني أنتم وإن شاء الله تكونون يعني خير خلف لخير سلف لاستمرار هذه المسيرة الثقافية العلمية إن شاء الله. وإحنا نثق أن البرلمان العربي سنكون يعني معكم داعمين لكل ما تقومون به من جهود في هذا المجال. وشكرا لكم أصحاب المعالي، وباسمكم جميعا أرحب بسعادة الأخ العزيز سعود بن عبد العزيز بن سعود البابطين نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز البابطين الثقافية وفد المؤسسة المرافق له، وأدعو لتسلم وسام الريادة الممنوح للمغفور له بإذن الله عبد العزيز سعود البابطين. هذه طبعا احتراما وتقديرا.
المغفور له بإذن الله، وهذا تقديرا من الشعب العربي لهذه الشخصية العربية الذي نعتز ونتشرف بها، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. حمنا عدكم إن شاء الله باستمرار المسيرة إن شاء الله بإذن الله بالتعاون. الله يحفظكم. الله يحفظكم. خالد قرب. خالد حيا هذا تكريم الكويت يا عبد الرحمن. اي نعم تكريم لنا كلنا، تكريم الكويت وتكريم الأمة العربية. الله يجعله في الجنة. شكرا. اذا بعد اذا حياكم الله. حياكم تفضل. اي ابو عمر سفير حياك الحويله وين ابو عمر؟ خليك طالع من كبد. حياك عزيز بن هذا ابو عمر. حياك ابو عمر. حياك الله يطول عمرك. حياك اخوي ابو عمر. حياك تعال هنا. حياك ابو عمر. روح ابو عمر حياك الله. هذا التكريم نعتز فيه. الله يسلمك. أيوة. استاذ خاص هو تكريم من الشعب العربي. أيوة وانتم تستحقونه. نعم. والمغفور له. نعم. الحمد لله يستحق. الحمد لله جزاك الله خير. اقول تكريم مستحق. اي طبعا الحمد لله. الله يقدر الواحد. الله يرحمه. جزاكم الله خير. مشكور. مشكورين. الله يخلط الاموال. شكرا طال عمرك. مشكور. شكرا الله يحفظك. في بعد هذه طبعا شهاده. طبعا هي الاهم. ما شاء الله. هي مكتوبه تقديرا من الشعب العربي. نبي جزاكم الله خير تضيفون عليها التاريخ. ابشر ان شاء الله. ابشر ابشر والتوقيع ان شاء الله. ابشر احنا نعتز فيها. اي نعم احنا نعتز فيها. الله يحفظك. بس عاد ذكر خليك يكتب التاريخ. التوقيع والتاريخ خالص. الله يحفظكم. حياكم مشكورين. حياكم بصوره بس جماعيه. تعال عبد الرحمن. تعال حياك عبد الرحمن. عندي كلمة صغيرة بأذكر فيها موضوع المساهمة. شكرا. شكرا. عفوا الله يحفظك. أصحاب المعالي إذا تسمحوا لي أن يتفضل سعادة الأخ العزيز سعود بن عبد العزيز بن سعود البابطين نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز البابطين الثقافية بإلغاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أقرب يا مهدي. أخي سعادة الأخ عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، الأخوة الكرام أعضاء البرلمان العربي، طبعا التكريم اليوم تكريم مميز بالنسبة لمؤسسة البابطين الثقافية، لأن تكريم أتى من البرلمان العربي وهو يمثل الشعوب العربية، وهذا كان الشغل الشاغل للوالد رحمه الله في تطوير اللغة العربية والثقافة العربية وحرصه على تنميتها وتطويرها. وإحنا أيضا بنفس الوقت نمد كل يد العون للبرلمان العربي وللأخوة العرب في أي نشاط يدعم لغتنا وتاريخنا وثقافتنا. وبهذه المناسبة أيضا يسرني بالتعاون مع أخواني في البرلمان العربي بدعم جائزة سنوية لمبدع اللغة العربية وداعم اللغة العربية من خلال البرلمان العربي،
وذلك بمبلغ 100,000 دولار سنويا إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق جميعا، وإن شاء الله دائما بازدهار ونمو. شكرا معالي الرئيس. شكرا. شكرا معالي الأخ الأستاذ سعود عبد العزيز بابطين. طبعا احنا نقدر هذه المبادرة الطيبة والتي هي تأتي استمرارا للمبادرات الكثيرة والكريمة التي قام بها المغفور له بإذن الله ومؤسسة البابطين. وإذا يعني يسمحوا لي أعضاء البرلمان العربي أن أتقدم بهذا المقترح وأتمنى الموافقة عليه، وهو إطلاق الجائزة التي تفضل عليها تكون جائزة الشاعر سعود عبد العزيز البابطين للدعم اللغة العربية. فهل توافقون على إطلاق هذا الموافقة؟ فطبعا احنا نشكركم، هذا ليس بغريب عليكم، وبلا شك يعني احنا بالنسبة لنا نؤكد لك كذلك دعم البرلمان العربي للمؤسسة سعود المؤسسة عبد العزيز البابطين، وبلا شك يعني وان شاء الله يستمر العمل بيننا. تفضلي. تفضلي. اتفضل. شكرا معالي الرئيس. السادة الزملاء الكرام، تأكيدا على ما تفضل به صاحب المعالي رئيس البرلمان العربي الأستاذ عادل عسومي حول التكريم لهذه المؤسسة العريقة والتي حقيقة تأثرت بها، لأنه من أكثر من 20 عام كرم أحد أقاربي بهذه الجائزة النيرة نعتبرها على مستوى سوريا. هي كانت للدكتور الشاعر والأديب رضا رجب، قامة علمية أدبية سورية لها مكانتها الكبيرة رحمها الله، والشكر الجزيل على طبعا كانت عن رواية عناب، وهي قرية في منطقتي لها كان خصوصيتها، له مكانة في سوريا أدبية وعلمية، ودكتوراه هو في اللغة العربية أيضا، كون المؤسسة حاليا دعمت صندوق دعم اللغة العربية. فالشكر لكم على هذه الإضاءة واللفتة الكريمة في تكريم القائمين على هذه المؤسسة، هذه المنارة العلمية الكبيرة. فشكرا، حبيت أن أضيء فقط. شكرا. شكرا. وأخيرا معالي النائب محمد هادي الحويلة، دكتور محمد هادي الحويلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات الحضور الكريم، في البداية أتوجه بالشكر الجزير والامتنان للأخ الكبير الأخ معالي رئيس مجلس البرلمان العربي والأخوة والأخوات أعضاء البرلمان العربي على هذا التكريم لأحد أبرز الشخصيات العربية والإسلامية، ومنحه وسام الريادة من البرلمان العربي باسم الشعب العربي، وما هو إلا تقديرا وتأكيدا على تميزه في الدور الكبير الذي قدمه رحمه الله. في رثاء الفقيد نتوقف لنراجع إرث الراحل الكبير عبد العزيز سعود البابطين رحمه الله، ونحاول تسليط الضوء على رحلته المليئة بالإنجازات والبساطة النبيلة. كان البابطين شاعرا بلا تكلف، أبدع في 3 دواوين شعرية جميلة عكست عمق مشاعره وتفردت في التعبير. كلماته كانت تتدفق بسلاسة، ترسم بوضوح وتصل إلى القلوب دون تعقيد. لم يكن إرثه مقتصرا على الشعر فحسب، بل امتد إلى ميدان الثقافة وريادة الأعمال وحفظ الموروث الشعبي والتراث ورعاية اللغة العربية وطالبي العلم، حيث كان له دورا بارزا في دعم وتعزيز اللغة العربية، حيث أسس مشروعات ومؤسسات ذات تأثيرا في هذا المجال، حيث أسهم بشكل كبير في ترسيخ اللغة وتعزيزها على مستوى العالم العربي، ومنها تأسيس مراكز الترجمة والتحقيق، حيث أطلق مشروع البابطين للترجمة الذي يهدف إلى نشر اللغة العربية والثقافة العربية من خلال تشجيع حركة الترجمة والتأكيد على أهميتها. 2، جوائز الإبداع الشعري، حيث أسس جوائز تحفيزية للشعر تشجع على الإبداع اللغوي وتعزز الاهتمام بالشعر العربي.
مما يحفز على استخدام اللغة بشكل راق وجمالي. ثلاثة، وفي مجال رعاية اللغة العربية في مؤسسات تعليمية شغل عدة مناصب في مؤسسات الأكاديمية والتعليمية العربية، مما أتاح له التأثير في تحفيز الاهتمام باللغة العربية ودعم البرامج التعليمية ذات الصلة، إضافة إلى دعمه الكريم ورعايته للطلبة حيث أسس كرسي البابطين لدعم الراقبين في التعليم. أربعة، رعاية الحوار بين الحضارات حيث أسس مركز البابطين لحوار الحضارات مبتقيا تعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات، وهو ما يسهم في تقديم اللغة العربية كجسر للتواصل الثقافي. وبهذه المبادرات كان لعبد العزيز سعود البابطين رحمه الله دورا فاعلا في دعم وتطوير اللغة العربية وأبرز قيمتها في ميادين الثقافة والتواصل الإنساني، كما كان رحمه الله يذكر دوما ببساطة الحياة وأهمية السلام. ولعل قرسه لشجرة السلام في جامعة إكسفورد يعكس تلك الروح النبيلة. رحل وترك لنا جملة من الدروس في حفظ الموروث العربي والثقافة والتراث الشعري وصناعة السلام. إرث عبد العزيز سعود البابطين رحمه الله يظل حكاية غنية بالإنجازات تترك أثرا يمتد للأجيال القادمة. وبإذن الله من ترك إرثا بهذا الحجم ترك خلفه أبناء وعائلة عازمة على مواصلة هذه الأعمال الطيبة والإنسانية. وختاما أسأل الله تعالى أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. شكرا. شكرا معالي النائب الدكتور محمد الحويلة. تفضل سعادة الأمين العام بتلاوة البند التالي. يا مالك تكملة مدخلات لجنة فلسطين مالك. نعم تكملة مدخلات لجنة فلسطين. لا نكمل أساسا منام. توقيع مذكرة التفاهم بين البرلمان العربي وجامعة المملكة بمملكة البحرين. أصحاب المعالي، باسمكم جميعا أرحب بسعادة البروفيسور حسن بن رفدان الهجهوج رئيس جامعة المملكة بمملكة البحرين وفد الجامعة المرافق لسعادته، مؤكدا أن جامعة المملكة من الجامعات الرائدة في مملكة البحرين التي تقدم تعليما عالي الجودة ونموذجا دراسيا حديثا ورائدا في مجال التعليم. وانطلاقا من حرص البرلمان العربي المؤسسة التشريعية العربية للدول العربية على تطوير التعليم في العالم العربي من خلال تكوين شراكات وتعاون مع جميع المؤسسات المرموقة في الوطن العربي، تأتي هذه الاتفاقية مع جامعة المملكة. وأدعو سعادة البروفيسور حسن بن رفدان الهجهوج رئيس الجامعة لتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي والجامعة. لا تسمح.
أدعو سعادة الأخ الدكتور جاسم بن محمد الياقوت نائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب لتقديم المبادرة الوطنية للبرلمان العربي والحائزة على جائزة لإهداء المبادرة الوطنية للبرلمان العربي والحائزة على جائزة كتب السلام على مستوى العالم. فلتفضل سعادة الدكتور. تفضل. خلنا نخلص أخوي، خلنا نخلص هذا التكريم بعدك إن شاء الله دقيقة. أصحاب المعالي، إن للأمم في تاريخها أيام نعتز بها، لأنها ترى فيها عزتها وتشعر فيها بإمكانياتها، طاقة متجددة قادرة على العطاء المتواصل. يوم 12 من ديسمبر 2012 هو أحد هذه الأيام، حيث بدأ البرلمان العربي الدائم ليكون شعاعا من النور وأملا واعدا في مستقبل مشرق تشارك فيه شعوب الأمة العربية حكوماتها في اتخاذ القرار في منظومة العمل العربي المشترك. وعلى مدار عقد كامل في الفترة من 2012 إلى 2022 يمكن نقول أن البرلمان العربي أصبح رقما مهما وقوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي المشترك، وشريكا استراتيجيا فاعلا في رسم السياسات العربية المشتركة، واستطاع أن يقود دبلوماسية برلمانية شعبية واعية ورشيدة ورائدة، بحيث أصبح جناحا مكملا للدبلوماسية الرسمية.
من أجل تحقيق المصالح العليا للأمة العربية والدفاع عن قضاياها، وحرصا على توثيق هذه المسيرة والأدوار والجهود والأنشطة التي انخرط فيها البرلمان العربي والشراكات التي دشنها مع كبرى المنظمات الحكومية والبرلمانية العالمية والإقليمية. تم إعداد كتاب مسيرة البرلمان العربي 2012-2022، وقد حرصنا من خلال هذا العمل إبراز جهود كل من ساهموا في إثراء العمل البرلماني العربي خلال هذه الفترة، وأنني أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لجميع الزملاء وأعضاء البرلمان العربي الذين بذلوا الكثير من الجهد في سبيل ارتقاء الرسالة السامية لهم في التعبير عن نبض الشعب العربي الكبير. وأوجه الشكر والتقدير للجنة التي قامت على إعداد هذا الكتاب برئاسة معالي الأخ العزيز الدكتور عبد الكريم قراشي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، وعضوية كل من سعادة الأخ المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وسعادة الأخ الدكتور مضر عبد الرحيم الراوي، وسعادة الأخ الدكتور كريم سيد عبد الرازق، وسعادة الأخ الدكتور ياسر فتحي كاسب، وسعادة الأخ الدكتور أشرف عبد العزيز عبد القادر. وأطلب من الأمانة العامة توزيع الكتاب على أصحاب المعالي الأعضاء. الآن يتفضل سعادة الأخ محمد الأمين، هي الكلمة لك، فإذا عندك نقطة نظام تتفضل بها بعدين تبتدي كلمتك رجاء. لك الكلمة. تفضل سعادتنا. عفوا الدكتور الاستاذ محمد، تفضل الدكتور عبد الكريم، تفضل انت، تفضل ابدي هذه الملاحظه كون انت من اشرفت على هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا اذا تسمح لي بس دكتور عبد الكريم كلمه. تفضل. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. من لم يشكر الله لا يشكر الناس، او من لم يشكر الناس لا يشكر الله. بهذه المناسبه الكريمه لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي على قبوله فكرة نشر هذا الكتاب لمدة 10 سنوات من نشاط البرلمان العربي. وعندما اقترحت عليه فكرة إعداد الكتاب كان لسنتين أو لعشر سنوات، ففضل أن تكون لعشر سنوات، وهو شيء مهم جدا. حاولنا من خلال هذا الجهد المتواضع أن نبرز ما قام به البرلمان العربي الدائم منذ إنشائه في 2012 إلى غاية 2022. حاولنا بقدر المستطاع أن نظهر ما قام به البرلمان العربي من كل أنشطته، لكن بشكل مختصر، لأننا لا يمكن أبدا أن نعرض كل هذا الأمر. وبهذه المناسبة الكريمة لا يسعني إلا أن أقدم شكري الجزيل إلى كافة الإخوة الزملاء، أعتبرهم زملاء لأنهم قاموا بجهد كبير جدا، وعلى رأسهم السيد الأمين العام وكل الطاقم التابع للأمانة العامة، دون أن أنسى طبعا الدكتور كريم والدكتور ياسر والدكتور أشرف والأستاذ عادل والأستاذ الدكتور مضر وغيرهم، حتى لا ننسى. أشكرهم جزيل الشكر، ونرجو أن تكون هذه البادرة فاتحة لمستقبل آخر نقوم بنشر كل ما يقوله البرلمان العربي، حتى نوصل كلامنا ونوصل صوتنا إلى كافة الدول العربية وإلى كافة العالم من خلال ما يقوم به البرلمان العربي. شكرا مرة أخرى معالي الرئيس، وسدد خطاك مباركة فيكم إن شاء الله. شكرا معالي الدكتور عبد الكريم. وأمانة يعني كما تعلم عندما يعني اقترحت عليه هذه الفكرة قلت لك أتمنى أن تكون الفقرة تشمل جميع من رئاس البرلمان العربي، ليست فقط فترة عادل عسومي، فنحن نكمل عمل من سبقنا، فلكم كل التقدير والاحترام. تفضل سعد الدكتور سعد الساخن محمد لم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. يا تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم فإنا نسينا، علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا، يا تلاميذ غزة لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا، يضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألونا، قد صغرنا أمامكم ألف قرن
وكبرتم خلال شهر قرونا يا أحباءنا الصغار سلاما جعل الله يومكم يا سمينا إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين كما قال الشاعر السوري نزار قباني قبل أكثر من نصف عقد من قرن من الزمن. السيد الرئيس السادة النواب، اليوم 108 على حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة المجد غزة العزة، والتي أسفرت عن أكثر من 32 ألف شهيد ومفقود، أكثر من 30% منهم من الأطفال والنساء، 11 ألف طفل وما يقارب 8000 من النساء، وحوالي 350 من الطواقم الطبية، وحوالي 50 من الدفاع المدني، وأكثر من 120 من الصحفيين، وأكثر من 7000 مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 32 ألف مصاب، وأكثر من 11 ألف جريح بحاجة إلى السفر لإنقاذ حياتهم، وأكثر من 400 ألف مصاب بالأمراض المعدية بسبب النزوح. هذا بالإضافة إلى اعتقال 100 من الكوادر الصحية، كما تم تدمير 138 مقرا حكوميا وحوالي 100 مدرسة وجامعة بشكل كلي، وحوالي 300 بشكل جزئي، وحوالي 160 مسجد بشكل كلي، و250 مسجدا بشكل جزئي تم تدميرها، وأكثر من 70 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليا، و290 ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئيا ولم تعد صالحة للسكن، بالإضافة إلى 65 ألف طن من المتفجرات تم إلقاؤها خلال هذه الفترة على قطاع غزة. أكثر من 30 مستشفى أخرج الاحتلال من الخدمة، وكذلك 55 مركزا صحيا، و150 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي، و125 سيارة إسعاف تم تدميرها، بالإضافة إلى تدمير 200 موقع أثري وتراثي، هذا دون المجاعة والعطش ونقص الدواء ووضعية 60 ألف امرأة حامل معرضة للخطر بسبب عدم الرعاية الصحية. السادة النواب، السيد الرئيس، أسرد هذا لعل في الضمائر بقية وفي الأحاسيس ما يوقظه الوخز والألم. في هذه اللوحة القاتمة نتقدم بتحية إجلال واحترام لدولة جنوب إفريقيا على الموقف الشجاع، وتلك ثمرة من ثمار الحرية والوعي والنضال، فمن ذاق طعم الحرية وحلاوة رفض الظلم ليس كغيره. وتحية للدول اللاتينية التي قطعت علاقاتها بالكيان الصهيوني بسبب جرائمه، مثل بوليفيا وكذلك كولومبيا وتشيلي وغيرها، وهي مواقف مشرفة يقابلها إبقاء بعض الدول الإسلامية والعربية على العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الغاصب بكل أسف. في هذه اللوحة القاتمة أيضا يضيء شجعان غزة باستمرار وشجعان فلسطين ومن يدعمهم سماءنا بآيات الاستبسال والتضحية والإقدام. سيد الرئيس، السادة النواب، أعرف أنه كما قال نزار قباني، عندما تبدأ البنادق بالقصف تموت القصائد العصماء، الفدائي وحده يكتب الشعر وكل الذي كتبنا هراء. أعرف أن الوقت ليس وقت كلام فقط، وإن كان الكلام أفضل من التفرج والصمت المخجل، الوقت وقت مد العون بالسلاح والمال والدواء والغذاء للمقاومة الشجاعة التي بيضت وجوهنا بعد عقود من الخنوع الرسمي والاستسلام الجماعي وأنواع الذل والهوان رغم الترسانات الضخمة والميزانيات المكدسة، فلا نامت أعين الجبناء. ختاما سيد الرئيس، السادة النواب، ما قبل طوفان الأقصى ليس ما بعده، فذلك يوم فرقان أي 7 أكتوبر، ومن اختار طريق العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ومن اختار طريق الهوان سيلعنه التاريخ وستلفظه الشعوب ولو بعد حين. شكرا لكل من دعم المقاومة الباسلة في غزة من الدول والحكومات والمنظمات والجمعيات وغيرها، والخزي والعار لهذا الطغيان الدولي والإجرام العالمي الذي جسد في هذه الإبادة الجماعية التي استمرت أكثر من 100 يوم إلى الآن برعاية دول عظمى ذات سجل سيء في تاريخ الإبادات، مثل الولايات المتحدة التي بدأت بهيروشيما وناكازاكي في اليابان حتى وصلت أفغانستان والعراق وغيرها، وفرنسا صاحبة الجرائم والإبادات في الجزائر وفي إفريقيا، وألمانيا صاحبة الإبادة في ناميبيا، وبريطانيا صاحبة الإثم التاريخي في فلسطين ومملكة الاستعمار برعايته. المجد والخلود لأبطال المقاومة في كتائب عز الدين القسام وكتائب الأقصى وكل الفصائل الفلسطينية المقاومة، فلقد ربحوا البيع، إنه لجهاد نصر أو استشهاد، وتلك لعمري ذروة الفوز والمجد، وهل يبغي عاقل غير هذا؟ والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا معالي النائب حميد الناصري.
بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا معالي الرئيس. أولا، غزة وكل فلسطين تتعرض إلى مجازر وحشية ودمار وتهجير، جرائم وإبادات تدعمها الدول الكبرى، ولكن الله هو الكبير والله أكبر. ثانيا، لا نوافق أن يقال دولة إسرائيل، لا نريد أن نسمعها في وسائل الإعلام دولنا العربية، ولا نريد أن نقراها في مخاطباتنا ولا في تقاريرنا. هم ليسوا دولة، هم شتات تم تجميعهم، ولا دولة لهم، وهم في زوال بإذن الله. وأما إسرائيل فهو يعقوب عبد الله ونبي الله عليه السلام، وهو بريء منهم ومن أفعالهم. ونحن ممثلو الشعوب العربية، نحن ممثلو أبناء هذه الأمة العربية. فلسطين قضيتنا الأولى وقضيتنا المركزية، وأنا مسلم والأقصى حقي. فلا نقول دولة ولا دويلة، نقول الكيان الغاصب، نقول كيان الاحتلال الصهيوني. كنا متابعين القضية الفلسطينية ونحن صغار، وأدركنا اليوم ونحن كبار، وبلا شك أن حل الدولتين وخريطة الطريق والتطبيع كذوبة العصر. وأدركنا أن مبادئ السلام والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة سراب يحسبه العرب ماء. والحقيقة نقولها في قاعة جامعة الدول العربية أن المقاومة والشهادة والجهاد هو النصر القادم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله آتي باتباع شرعه وشريعته. ونسأل الله أن يكتب لإخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين الثبات، وأن يكتب لهم النصر. وملاحظتي على التقرير وسؤالي، لماذا لم تذكر المقاومة ومعناصر المقاومة وحماس؟ التقرير لم يتطرق إلى ذلك، ولا حتى إلى كلمة طوفان الأقصى، لم تذكر لا تصريح ولا تلميح. والمقاومة ذكرت مرة واحدة وعلى استحياء، فما هي هذه الأسباب؟ ونحن أعضاء نمثل الشعوب العربية الحرة، والمقاومة معروفة على والمقاومة على أرض فلسطين قائمة منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين منذ عام 1918 وحتى هذا اليوم. وشكرا. شكرا. معالي الدكتور عبد الكريم. شكرا أخ هزاع، سيد نائب رئيس البرلمان العربي، رئيس الجلسة، سيد الرئيس، سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أرحب بالزملاء والزميلات الجدد الذين التحقوا بالبرلمان العربي، راجيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم النبيلة. مما لا شك فيه أن ما وصلت إليه القضية الفلسطينية وضعا يؤسف له في ظل صمت الضمير العالمي على ما يقوم به الكيان الصهيوني الذي ضرب عرض حائط القانون والأعراف الدولية وجميع قرارات الهيئة الأممية ومجلس الأمن. سيد الرئيس، سيدات والسادة، لا يمكن أن نفوت هذه السانحة من هذا المنبر. أحيي ما قامت به حكومة جنوب إفريقيا التي عانت الويلات من الميز العنصري قامت به لفضح الجرائم الكبرى التي يقوم بها هذا الكيان الصهيوني الغاصب. وفي نفس الوقت ندين ونستهجن ما صرح به الرئيس الأمريكي بأن استقرار الشرق الأوسط مرتبط باعتراف جميع الدول العربية ودول المنطقة بدولة إسرائيل اليهودية، وهي تصريحات تمثل تهديدا صريح اللهجة وشديد اللهجة لكافة الدول العربية، دون أي إشارة إلى حل الدولتين أو حتى إنشاء الدولة فلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. وبذلك فإن هذا يمثل استفزازا صريحا لكافة الشعوب والدول العربية، مبينا أن الحرب المنفذة على فلسطين هي حرب دينية. كما أريد أن ألفت انتباه الإخوة الكرام إلى نقص إشارة إلى المقاومة الفلسطينية، وعليه كما قال الأستاذ حميد، وعليه فإن من الأهمية بمكان إعادة صياغة البيان وفقا لما جاء في البيان السابق، يعني إشارة بشكل صريح إلى المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها
كما أنه ونظر لما يجري حاليا في فلسطين ما زلنا نسمي هذا الكيان بالكيان الإسرائيلي بدل الإشارة إلى الكيان اليهودي الصهيوني، في الوقت الذي نجد فيه المسؤولين على هذا الكيان ينعتون المقاومين بالوحوش. سيد الرئيس، سيدات والسادة، لا يسعني في هذه الجلسة من جلسات البرلمان العربي الذي يقوم بواجباته تجاه القضية الفلسطينية برئاسة الأخ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لا يسعني إلا أن أحيي من هذا المنبر موقف بلاد الجزائر الثابت بأن استقلال الجزائر لا يكتمل إلا بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، كما أحيي ما قامت به وتقوم به المقاومة الفلسطينية التي استطاعت إحياء القضية الفلسطينية التي كادت أن تنتهي من خلال التقارب بين بعض الدول العربية الإسلامية بهذا الكيان الغاصب، راجيا من المولى عز وجل النصر للمقاومة والرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء للجرحى. أشكركم على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. معالي الأخ النائب الدكتور عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا السيد الرئيس، تحية لكل السادة الأعضاء. بداية أيها الإخوة، يجب أن في هذا المقام أن نوجه تحية إكبار وإجلال للمقاومة الفلسطينية البطلة وللشعب الفلسطيني الصابر الذي ترك وحيدا في مجزرة لم يشهد لها العالم مثيل، كما أنني أحيي ومن كل قلبي جنوب أفريقيا تحية إجلال وإكبار لأصحاب الضمائر الحية لأحرار العالم على ما قدموه للقضية الفلسطينية وللقضية الإنسانية. هذه هي أفريقيا التي كسرت الحصار عن ليبيا، وهذه هي أفريقيا التي قالت لا للحصار عن ليبيا لقوى الغطرسة والجبروت، هذه هي أفريقيا التي رفضت التمييز العنصري. اليوم جنوب أفريقيا أيضا تثبت أن هذه القارة قارة حرة، قارة ينبع منها الحرية والعدالة، وبالتالي موقف جنوب أفريقيا يجب أن يحيى وأن يقدر من قبل كل الدول العربية والإسلامية. وهنا نعلن أننا كدولة ليبيا انضممنا رسميا إلى جنوب أفريقيا في الدعوة المرفوعة إلى محكمة العدل الدولية. أيها الإخوة، تحدثنا كثيرا في المرات السابقة عن القضية الفلسطينية وعن الظلم والغطرسة والجبرود وعن التخلي عن الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، وكثر الحديث ولا يجدي الحديث نفعا، فما زالت الدبابات والطائرات تسحق الفلسطينيين في كل مكان، سواء في غزة أو في الضفة أو حتى خارج نطاق فلسطين المعروفة. واليوم الحقيقة يجب، اليوم أيها الإخوة، اليوم بنحاول أني أنا نقتبس بعض العبارات من ما صرح به رئيس وزراء الكيان الصهيوني أخيرا، لعلنا نستفيد في هذه القاعة ونتحدث بعيدا عن العواطف وبكثيرا من العقل والحكمة وكيفية العمل الذي يؤدي فعلا إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني. نحن أصدرنا العديد من البيانات، أدنا، استنكرنا، استنكر كل الدول العربية، ولكن هل استطاعت هذه البيانات أو هذا الاستنكار أن يدخل قنينة مياه إلى غزة؟ لا الإجابة. اسمعوا ماذا قال سفاح العصر نتنياهو منذ يومين فقط حتى ندرك المأساة التي نعيشها نحن وليس هم. هو يقول إن الصراع لا يدور حول غياب دولة فلسطين بل على وجود دولة يهودية. هل ندرك معنى هذا الكلام؟ هل ندرك في بياناتنا للرد على هذا الكلام؟ هل نستطيع أن نقول إن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود وليس صراع حدود؟ هذا هو الرد الحقيقي اللي نحن نقوله اليوم. هو يقول إن أي اتفاق، أي ترتيبات بالمستقبل المنظور باتفاق أو بدون اتفاق يجب أن يكون لدولة الكيان الصهيوني سيطرة أمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، ويقول هذا شرط ضروري. هل ندرك هذا الكلام نحن؟ هل في بياناتنا نعلم شو معنى كلمة أن سيطرة أمنية غرب نهر الأردن؟ يعني ما فيش دولة فلسطينية، يعني حتى شاطئ النفط الخليجي غير في غير مأمن. من يمنع؟
السفاح نتنياهو من احتلال حتى الشاطئ الخليجي أو يتمدد شرقا أو غربا. يجب أن ندرك بصراحة ما حجم. أيضا صرح بكل صراحة يقول إنه يجب أن يكون أي رئيس وزراء في دولة الكيان الصهيوني قادر على أن يقول لا حتى لأفضل الأصدقاء. هل نحن حكامنا يستطيعوا أن يقولوا لا لأفضل الأصدقاء؟ أنا لا أريد أن أقول لمن يدعي أنهم أصدقائه. هل يستطيع أن يقولوا لا لأمريكا؟ يكفي دمار، يكفي قتل، يكفي تشريد، يكفي تدمير في فلسطين. هل نحن نستطيع أن نقول من هذه القاعة أن على كل حاكم عربي أن يقول لا لأصدقائنا؟ لا أريد أن أقول لأعدائنا، أن يقول لهم لا وأن يقول نعم. منعت علينا لا ومنعت علينا النعم، وأصبحنا نصدر في البيانات المجاملة نتحدث عن العواطف ومساندة الفلسطينيين من قاعات فخمة فقط، ولا نستطيع أن نقول لا بصوت عالي. حجم المأساة كبير. هل ندرك هذه المأساة؟ لا سمح الله لا ندركها. شكرا. أنا سأنهي. أنا أفهم. أنا مدرك تماما لما أقول ومدرك تماما لأن قد لا يعجب الكثير. شكرا والسلام عليكم. عليكم السلام. معالي الأخ عيسى النصر أبو أحمد تفضل. شكرا سعادة الرئيس. لم يعد هناك مصداقية للمنظمات الدولية في تحقيق أهدافها، وخاصة في حرب غزة، بدءا من الأمم المتحدة وحتى أصغر منظمة دولية. طبعا هذا نتيجة للأجندة الصهيونية الخفية التي أوجدت غطاء شرعيا لهذه المنظمات لاستمرار الكيان الصهيوني في حرب الإبادة على أهلنا وأخواننا في غزة عبر تقارير واتهامات مسيسة للمراوغة والتضليل المجتمع الدولي من خلال اتهام بعض الدول العربية بدعم الإرهاب وبانتهاك حقوق الإنسان وازدراء الأديان، وآخرها الاتهام الذي وجه لبعض الدول العربية في موضوع عرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. كما أن هذه المنظمات للأسف الشديد أصبحت عاجزة عن اتهام الكيان الصهيوني في قتل موظفينها، وهناك أكثر من 180 موظف من هذه المنظمات قتل جراء القصف الصهيوني على مقار هذه المنظمات داخل قطاع غزة، ومن ضمنها منظمة الأنروا ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية العالمية. وسعادة الرئيس، اليوم كل الأدوات الشرعية فشلت في وقف الحرب وحرب الإبادة على غزة بما فيها قرار الأمين العام باستخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالضغط على مجلس الأمن لاتخاذ قرار اتجاه هذه الحرب. سعادة الرئيس، إن المنظمة تمر بمنعطف خطير يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويتطلب على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية كاملة والتحرك عبر الضغط على الكيان الصهيوني لوقف حرب الإبادة والامتثال لقرار الشرعية الدولية، والسماح للمنظمات الإنسانية لأداء دورها الإنساني، وإلنا فإننا أمام واقع جديد وفشل مستمر يتحمله المجتمع الدولي بأكمله بسبب تقاعس مجلس الأمن في تولي مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وشكرا. شكرا. معالي الأخت النائبة نعمة شرهان. الصوت مسموع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلنا نقدم شوي، ما عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا معاليك. معالي عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، معالي السادة الأعضاء في لجنة فلسطين،
في البداية طبعاً كل الشكر والتقدير والثناء لكم، الجهودكم الكبيرة التي تتعلق بدعم القضية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع في غزة. بداية أريد أن أشير إلى جزئية جداً مهمة. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة تعلمنا حب القضية الفلسطينية وأنها هي القضية الأولى قبل أن نتعلم في الفصل الأول في دراستنا مع حمد قلم. هذه القضية التي أصبحت في دمائنا سواء كانوا أجيال على مقاعد الدراسة أو سواء كانوا أسر أو سواء كانوا صغار أو كبار، هي القضية الأولى للعرب وهي قضية حقيقية لا نستطيع أن لا يستطيع أي عربي أي إنسان مسلم عربي مسلم أن يقول غير هذا. فأعتقد أن اليوم الدور الكبير الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشير إلى الوالد المؤسس طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان والقادة المؤسسون، كان لهم دور فاعل ومؤثر وكبير في القضية الفلسطينية، وما زالت قادة الإمارات تعمل بنفس الرؤية ونفس النهج. دولتي لا تتحدث كثيرا وإنما تعمل كثيرا. دولة الإمارات نراها حقيقة، أنا أتوقع لو نحصي من خلال طبعا الإعلام ما يقدمه الإعلام، أعتقد أن نحن لا نصرح كثيرا وإنما مواقف دولة الإمارات هي من تصرح، سواء كان في جلب الأخوان اللي يحتاجون إلى علاج، سواء كان في الخدمات الأخرى، كثير من الأمور اللي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن مثل ما قلنا نقول إحنا لا نتكلم وإنما نعمل. اليوم طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة تمشي على مثل ما قلت على نهج الوالد المؤسس. كثيرا من الأمور اللي تحركت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت الكثير من الجهود الدبلوماسية والكبيرة اللي قامت فيها من أجل طبعا وقف الجرائم اللي تصير. بالتأكيد نحن لا نرضى بأن هذه هي فعلا جرائم وجرائم كبيرة التي تحدث، والفلسطينيين يعني أخوة ودم ولحم، فلا يعني لا أصلا لا نستطيع أن نرتاح ونحن نرى أخواننا يتعرضون لما نشاهده اليوم من مواقف، كثيرا من المواقف التي تؤلمنا نحن شخصيا، ولا لكن لله الحمد والمنة هذه القيادة في دولة الإمارات يعني أكيد بالتأكيد لها دور دبلوماسي كبير، وبالتأكيد أنها تنبهت إلى هذه الأمور الكبيرة، والإمارات طبعا لم تقف يعني مكتوفة الأيادي بل قدمت الدعم الكبير والكثير، سواء كان دعم نفسي سواء كان دعم من يعني للدول. هناك ما يسمى باللي هو استحدثنا الفارس الشهم رقم 3 الذي وجه فيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في طبعا كثير من الأمور التي تتعلق في مساعدة أخواننا الفلسطينيين. أريد أن أوصل رسالة، ليست بالضرورة أن ننادي وأن تكون هناك بيانات كبيرة، وإنما بالضرورة أن نثق تماما بأن هذه الدولة عملت منذ بدايات الاتحاد وبدايات زايد الخير الذي له باع وله بصمة كبيرة على كافة الأصعدة، وما زالت دولة الإمارات تمشي على رؤية الوالد المؤسس. فنرى اليوم قيادة الإمارات متمثلة في صاحب السمو رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة وقادة الإمارات في دعم هذه القضية، سواء كان ولا ننسى أيضا الدور الكبير اللي يلعبه الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وكثير وجميع طبعا اللي هم نقدر نقول شيوخ الإمارات. هذا اللي أنا أريد أوصله، أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية بالتأكيد، ونحن دائما يعني بدعائنا اللي ندعي يوميا بأن طبعا لا نستطيع أن نرتاح ونحن نرى أخواننا الفلسطينيين، وسواء كانوا بالذات بما يتعلق بالأطفال والكبار السن والصغار، وفعلا يعني اللي نشهده واللي نشاهده شيء لا يصدقه العقل. ولكن نتمنى ودعواتنا في هذا الشهر الفضيل أن إن شاء الله الله سبحانه وبحمده يرفع عنهم هذا الشيء إن شاء الله، وما ندعوه اليوم أن يتحقق. معاليك أنا بس أولا اسمح لي بس بكلمة واحدة، أبارك لإخواني الذين أدوا القسم اليوم ونقول لهم إضافة حقيقية. شكرا معاليك. شكرا. معالي النائب محمد خوان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الرئيس، زميلاتي زملاء النواب، الحضور الكريم. على مرأى العالم بأسره تتم إبادة جماعية لشعب أكمله في قطاع غزة، ولعل ما يزيد المعاناة هو التواطؤ والانحياز الفاضح للكيان المجرم من طرف الدول الغربية والهيئات الدولية. أين هي الأمم المتحدة مما يحدث في غزة؟ أين هو مجلس الأمن؟ أين منظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية؟ أين هي قيم الإنسانية وحقوق الإنسان
التي يروجون لها ويريدون تصديرها للشعوب؟ ما هو دور الجامعة العربية بما تحتويه من دول فاعلة في المنطقة وما لها من أساليب الضغط المتعددة؟ إن الأبرياء في غزة خذلتهم الجامعة العربية وتنكرت لهم الدول والهيئات الرسمية، لا سيما أن الكيان يقوم بمخالفة واضحة للقانون الدولي وحقوق الإنسان وحقوق المدنيين العزل في الحرب. ما يحدث في غزة جريمة مكتملة الأركان في حق الإنسانية، استشهد فيها عشرات الآلاف من الشهداء والأبرياء والأطفال. قطاع غزة اليوم هو أكبر زنزانة في العالم، آلة القتل مستمرة بتواطؤ وصمت الأمم المتحدة وخذلان الجامعة العربية والتضليل الإعلامي، يعمل على شيطنة المقاومة وتبرير الأفعال البربرية والوحشية للكيان الصهيوني. الشعوب اليوم يبكون فلسطين من روعة المشاهد الصادمة نتيجة القصف المستمر على الأطفال والنساء. ترغم القلوب السليمة للبكاء والحزن والأسى، وهو حالنا. كما أن موقفنا مطابق لشعوبنا ومتضامن بكل أطيافه، على أنه من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه وأرضه ضد الاحتلال. كما قال السيد رئيس الجمهورية: الفلسطينيون ليسوا إرهابا، فالذي يدافع عن حقه وعن وطنه ليس بإرهابي، وإنما من واجبنا نصرتهم بما نملك من جوارح. ولذلك لا مناص من وقف العدوان ومحاسبة الكيان، والله المستعان. وفي الأخير نتوجه إلى المولى تعالى أن يرحم الشهداء الأقصى ويشفي جرحاهم، ونحمد الله على أن الجزائر بقيت ثابتة على موقفها لا للتطبيع وللمساومات على مواقفنا، ونشكر الحضور الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. معالي الأخ أنصاف مايو. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخ رئيس الجلسة الشيخ الزاء. طبعا في البدء أشكر الأخوة في لجنة فلسطين على هذا التقرير، وأؤكد على مواقف الجمهورية اليمنية والشعب اليمني بمختلف مكوناته السياسية والمدنية في دعمه للمقاومة الفلسطينية في كل أرجاء الأراضي المحتلة، ورفضه للحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني لأهلنا في قطاع غزة. كما أكرر الإشادة والتحية لدولة جنوب أفريقيا لموقفها الرائع في رفع قضية في محكمة العدل الدولية، وطالب بالدول العربية، وكما أثني على دعم كثير من الدول العربية لهذا الموقف الرائع لجنوب أفريقيا. طبعا البيان الصادر عن مشروع البيان التي خرج عن لجنة فلسطين تطرق إلى قضايا كثيرة يعني ممتازة ورائعة، ولكنه للأسف الشديد افتقر إلى الإشارة ولو بكلمات بسيطة لدعم المقاومة الفلسطينية. ولذلك أرى أن يتصدر كل بيان صادر عن البرلمان العربي دعم البرلمان العربي للمقاومة الفلسطينية وحتى الشعوب العربية على دعم المقاومة الفلسطينية، لأنها مقاومة مشروعة، وأن يتصدى البرلمان العربي لكل مفهوم يصنف المقاومة الفلسطينية عملا إرهابيا. وشكرا جزيلا. معالي الدكتور هشام العشيري. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس. لحظة بالله، تفضل. إن معالي النائب، يا ريت معالي الرئيس تعمل توصية للأعضاء، بصراحة منظر القاعة مزعج بصراحة، يا ريت بعد إذنك توصيات الأمانة العامة يحاولوا، مش كل الأعضاء ممكن عندهم تصريح إعلامي وكذا، الوضع القاعة يعني شيء مؤسف بصراحة. توصيات المفروض يشاركوا، مواضيع مهمة. أتفق معك، شكرا. تفضل دكتور هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس. بداية تحية
إلى شعب غزة الصامد، تحية إلى شعب غزة البطل القام الصامد تحت وطأة الجيش الإسرائيلي والكيان الصهيوني. نرفع لكم يا أهالي غزة اعتذارنا أن احنا ما احنا قادرين نعمل أي شيء غير التنديد والاستنكار، ولكن قلوبنا معكم وأصواتنا معكم وكلنا ندعو لكم بالنصر بإذن الله. أما إلى الكيان الإسرائيلي وحكومته التي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو تهجير أهالي غزة أو ما وصل إليه البعض من قصف غزة بالأسلحة النووية المحرمة، هذا ليس غريب عليهم لأنهم ليسوا دولة، إنما هم جيش يحاول أن يبني دولة، جيش يحاول أن يكون دولة، ولكن بإذن الله هذا الكيان وهذا الجيش سيزول. رسالة إلى المنظمات الدولية: سقطت الأقنعة، فعلا سقطت الأقنعة بعد كل تقارير اللي كنتوا ترفعونها عن حقوق الإنسان واللي كنتوا تضغطون فيها على الدول العربية، وبعد التقارير اللي كنتوا ترفعونها عن حرب الأوكرانية الروسية. اليوم نشوف أن أمام الحرب في غزة كل تقاريركم صمتت. ازدواجية المعايير، هل لأن شعب غزة ليسوا شقر، بشرتهم ليس حمراء، دمهم يختلف عن دم الأوكرانيين، لكن فعلا ازدواجية المعايير أسقطت كافة الأقنعة، وهذه هي غزة. رسالة أخرى إلى المتصهيلون العرب: للأسف أن احنا الآن في رغم كل المذابح اللي نشوفها من الكيان الإسرائيلي، إلا أن احنا نلحظ وجود أصوات عربية في الميديا وفي الإعلام والسوشيال ميديا تدعو وتبرر إلى هذا الكيان أفعاله. رسالة لكم: احترموا أنفسكم، كونوا بشر، لأن التاريخ لن يرحمكم وسيرميكم في مزبلة التاريخ إن شاء الله. وشكرا معالي الرئيس. كونوا رجال يا معالي الأخ جابر خرفان. شكرا معالي الرئيس. العرب المتصهينين الحين يتحسسون. شكرا لمعالي النواب المحترمين، السادة الحضور. أول ما أبدأ هو المباركة والترحيب بزملائنا الجدد الذين انضموا إلى هذه المنظمة العربية العريقة، ونتمنى لهم التوفيق في تحقيق أهداف هذه المنظمة. بما يخص فلسطين، الحقيقة فلسطين هي قضية القضايا وهي المركزية وكلنا متفقين على ذلك، ولكن أين نحن اليوم مما يحدث في فلسطين؟ نقدم الشكر لجنوب أفريقيا ولأحفاد نيلسون مانديلا لأنهم عانوا من الظلم ومن التمييز العنصري، ولكن الأجدر أن نقول: ألسنا نحن أحفاد أبو بكر وعثمان وعمر وعلي وخالد بن الوليد وطارق بن زياد وأبو عبيد الجراح وعز الدين القسام وعبد القادر الجزائري وعمر المختار وغيرهم؟ أين نحن الآن من هذا الصراع؟ هذا الصراع إذا بدنا يبقى ضمن القاعات والمؤتمرات والتنديد، إذن لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ولن يكون هناك أي حق للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يدمر والعالم يتفرج. علينا أن نبدأ من أنفسنا نحن كعرب، ولا نعول على المنظمات الدولية. المنظمات الدولية الحقيقة مرهون قرارها بمن يمولها، وهم الأمريكان والغرب، وبالتالي يملكون القرار السياسي والعسكري. إذن نحن مطلوب منا موقف عربي موحد
وبشكل جاد وفاعل، وخاصة طرح الزملاء موضوع المقاطعة. طيب المقاطعة لا يمكن لأي بضاعة أجنبية غربية معادية أن تدخل إلى أي قطر عربي دون موافقة حكومة. إذا نحن كبرلمانيين علينا أن نضغط على حكوماتنا لمنع هذا الاستيراد حتى نشكل موقفاً بسيطاً أمام تضحيات شعبنا المقاوم الفلسطيني الذي يدمر ونحن نتفرج. اليوم علينا أن نحشد كل الطاقات، وكان من الأجدر أن تقود مبادرة إحالة العدو الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية أن تتقدم هذا الموقف هي الجامعة العربية ومنظماتنا العربية سواء البرلمانية أو غيرها. فإحنا ما احنا عاجزين عن الدفاع عن أنفسنا، ولكن لا يوجد تنظيم لهذه القوة الهائلة الضاغطة في أيدينا لاستخدامها في نصرة أهلنا في فلسطين. ولا يغيب عن بال أحد أن فلسطين أولاً ولبنان ثانياً وسوريا ثالثاً ومصر رابعاً والأردن خامساً والبقية حتى يقضوا على الجميع، ولو استطاعوا أن يقتلعون من هذه المنطقة ما قصروا، لكن لن يستطيعوا بهمة الشرفاء في هذه الأمة وبهمة المخلصين في هذه الأمة. نتمنى أن نكون فعلا أصحاب كلمة وأصحاب قرار واحد لنصرة قضيتنا الأساسية التي هي اليوم فعلا تستحق منا كل الجهد. هذا الدم الفلسطيني غالي على الجميع، فلا نتغنى فيه في الكلام، علينا أن ندخل بالفعل والقول معا. شكرا سيد الرئيس. شكرا. معالي الأخ فؤاد سبوتة. شكرا سيد نائب الرئيس، الزميلات والزملاء، سلام الله عليكم. لقد استمعت بإسهاب إلى مداخلات الزميلات والزملاء حول فلسطين، وأنا أشاطرهم آلامهم وأمانهم أيضا بأن يتوقف هذا العدوان الغاشم على شعبنا في غزة. أيضا أنا من الذين يداعمون كل الجهود العربية الهادفة إلى الوقوف مع شعبنا الفلسطيني في هذه المحنة والعمل على إيقاف هذه الإبادة الجماعية لشعبنا. لهذا سأتطرق إلى نقطة واحدة فقط ربما غابت عن مداخلات الزميلات والزملاء. نحن كشعوب عربية ندعم إخواننا الفلسطينيين بكل قوة، وحكوماتنا كل واحدة تعمل على تقديم ما تستطيع من جهد لوقف هذا العدوان الغاشم. في المقابل هذا أؤكد على مسألة جوهرية تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الكثير من المناسبات وفي الكثير من اللقاءات أيضا، سواء تعلق منها بلقاءاته الصحفية أو لقاءاته مع قادة العرب، وهي ضرورة أن يتوحد الفلسطينيون فيما بينهم. كل هذه الجهود المبذولة الآن لن تصل مداها ما لم نرى وحدة للفصائل الفلسطينية وفي القريب العاجل. أتمنى أن تكون هذه النكبة التي نعيشها الآن والتي يعيشها إخواننا الفلسطينيين في غزة أن تكون فرصة لكل الفصائل الفلسطينية لأن تتوحد على كلمة واحدة حتى نصل إلى أولا إلى وقف هذا العدوان الغاشم، والأمر الثاني أن نصل إلى رؤية فلسطين مستقلة. شكرا لكم. شكرا. آخر مداخلة للدكتور عبد الوهاب معوضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للأخ رئيس الجلسة، شكرا للزملاء الأعزاء أعضاء البرلمان العربي. في البداية نترحم على شهداءنا في غزة والذين تجاوزوا ما يقارب 100,000 ما بين شهيد وجريح، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى. طبعا بداية نود أن نؤكد على الموقف اليمني الثابت والمبدئي في نصرة القضية الفلسطينية منذ أن بدأت مأساة فلسطين في العام 48 وحتى هذه اللحظة، وسيستمر إن شاء الله إلى أن تجد أو يجد الشعب الفلسطيني حقه في الحياة الحرة الكريمة وإقامة دولته المستقلة على تراب أرضه. الموضوع الآخر هو الموقف المخزي للمجتمع الدولي وللدول العظمى في مناصرة الكيان الصهيوني المحتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في تدمير غزة بأكملها وقتل عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. نحيي جنوب أفريقيا على موقفها المبدئي والموقف القوي الذي ربما كان أفضل وخيرا من موقف 22 دولة عربية و57 دولة إسلامية، يعني طأطأوا رؤوسهم أمام الكيان الصهيوني، لكن دولة جنوب أفريقيا كان لها موقف مشرف. نحيي موقف جنوب أفريقيا المبدئي والواضح في مناصرة القضية الفلسطينية. نود اليوم أن نؤكد للدول الداعمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أو معظم دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الغربية أنهم إذا أرادوا أن يناصروا الكيان الصهيوني فإذا أرادوا أن يناصروه فعلا فعليهم أن يعملوا بكل ما يؤتوا من قوة لإقامة دولة فلسطين. لا يمكن أن يتحقق الأمن والسلام للصهاينة إلا بإقامة دولة فلسطين بناء على يعني حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبناء على قرار مجلس الأمن رقم 242. نحن اليوم أيضا نطالب قياداتنا والدول العربية بصفة عامة بموقف عربي أكثر فاعلية ووضوح لنصرة أهلنا في فلسطين بعيدا عن المواقف الضبابية. المرحلة تتطلب من الجميع أن يكون هناك مواقف قوية وشجاعة. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. معالي الدكتور محمد الحويلة تفضل. شكرا الأخ الرئيس. بسم الله والحمد لله. أعتقد أنا راح أكون الأخير ولا ختام. إيه والله ويا ليت تستعجل بعد. إذن أقترح بأن يكون هناك فريق مشكل يتبنى البرلمان العربي دعم الموقف جنوب أفريقيا، بأن يكون هناك فريق مشكل من القانونيين والأكاديميين والمحاميين يتم التنسيق مع جمعية العرب أو جمعية المحامين العرب وكذلك جمعيات المحاميين في الأقطار العربية بتشكيل فريق داعم للفريق القانوني لجنوب أفريقيا لدعم الشكوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية، وكذلك نشيد بتوجه البرلمان العربي بتكريم جنوب أفريقيا بالوسام، وسام القائد وهو أعلى وسام يتم يعني تكريم القادة سواء العرب أو الدول الصديقة، وهذا تكريم مستحق نتيجة هذا الموقف المشرف اللي صراحة عجزت الدول العربية أن تتبنى موقف مشابه لذلك في ظل التحرك. لا زال التحرك العربي خجول بل متخاذل اتجاه دعم أخواننا الفلسطينيين وما تشهده غزة من حرب إبادة جماعية، وما يقارب الآن 100,000 بين شهيد وجريح وكذلك من دمار ومن يعني دمار شامل ألحق بغزة وهلها.
فنتمنى أن يتم دعم موقف جنوب أفريقيا بفريق عربي من القانونيين والأكاديميين. شكرا الأخ الرئيس. شكرا معالي الدكتور. حقيقة موضوع الدعم المعنوي تبناه البرلمان في دعم دولة جنوب أفريقيا. فيما يخص الدعم القانوني أعتقد أنك أنت عضو في اللجنة السياسية، ويريت أن الموضوع يدرس بشكل بحيث أن المبادرة تكون مدروسة بشكل جيد، والتواصل يكون قد رتب حتى تكون المبادرة في طريقها الصحيح. شكرا. أعتقد نحن الآن نعرض هذا الأمر للنقاش ويتم الموافق عليه ومن ثم رفعه لهيئة المكتب البرلمان. شكرا الأخ الرئيس. أبو سلمان. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول لمعالي الدكتور محمد الحويلة. نحن في اجتماع لجنة فلسطين برئاسة معالي رئيس البرلمان في بداية هذا الأسبوع طرح هذا الموقف وهذا المقترح الذي تكلم عنه معالي الدكتور محمد الحويلة، وأفاد معالي رئيس البرلمان أن البرلمان العربي أعد لجنة قانونية تتولى المرافعة والمساندة لجنوب أفريقيا، وتتولى أيضا إقامة دعوة منفصلة للبرلمان العربي ضد الكيان الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية. وهذا الفريق تحت إشراف معالي رئيس البرلمان بمشاركة بعض الزملاء القانونيين والاختصاصيين في هذا المجال، وأوضح معالي رئيس البرلمان الإجراءات أننا ننتظر الآن حتى يصدر الحكم بالنسبة لجنوب أفريقيا ثم يتولى البرلمان العربي هذا الإجراء. شكرا معالي الرئيس. إن المبادرة في طريقها للتحقيق دكتور محمد، يا ريت نحن تفضل. هو يعني هذا توجه مبارك، ونثني على ما ذهب إليه الأخ الرئيس وكذلك لجنة فلسطين، وهذا دور يعني يشكر عليه، وبالتالي يليت يكون تنسيق مع جنوب أفريقيا، فلا ننتظر أن تنتهي جنوب أفريقيا من شكواها على هذا النظام الظالم، النظام هذا الكيان يعني اللي صراحة يعني كل جريمة ضد الإنسانية ارتكبها ضد الشعب الأعزل الفلسطيني. شكرا الأخ الرئيس. شكرا معاليك. معالي النائب فهمي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي أخي رئيس الجلسة النائب الأول رئيس البرلمان، شكرا لكل الزملاء على إضافاتهم، ولكن قبل الرد تفصيليا أود إيراد ملاحظات باتت واجبي من جهتي. أولا، احنا اختصرنا في التقرير ففاض وجدان المتداخلين وطال شكرا، فشكرا لنبلكم ومشاعركم ومواقفكم وثراء رأيكم. ثانيا، نحن على يقين